جيم بيزلر. طبعا مع انتشار التكنولوجيا اللي بنعيشها دلوقتي وانتشار اجهزه الكمبيوتر المحمول واجهزه الالعاب المختلفه، اصبحت الالعاب الالكترونيه اكثر حضورا في حياتنا. فكان من الضروري توظيف الالعاب دي في التعليم والتكافؤ مع اهداف التعليم التربوي والتعليمي. فقامت الكثير من المنظمات والشركات بعمل مواقع ومنصات تعليميه للاطفال. كان اشهر هذه المواقع هو اي بي سي اي وستار فول وكيدز بيتش كيدز بيتش. بس كانت المشكله اللي بتواجه المواقع دي او امثالها من المواقع ان كانت الداتا بتاعتهم فيكسد، كان لا يسمح للمدرس بإظهار داتا معينة خاصة بيه للطلبة بتوعه، كانش بيسمح للمدرس بعمل اختبارات دورية وشهرية للطلبة الخاصة بيه، كانش بيسمح لولي الأمر بمتابعة مستوى ابنه الدراسي. فبدأنا ان احنا نتكلم مع أولياء الأمور ونحدد مشاكلهم واقتراحاتهم ونفكر في حلول المشاكل الخاصة بأولياء الأمور أو المدرسين. ونتيجة البحث كتير وعمل تحليل البيانات اللي خدناها من المدرسين أولياء الأمور، قدرنا نتوصل لجيم بيز ليرن. قدر جيم بيز ليرن يحل لنا المشاكل اللي كانت موجودة في البروجكت المشابهة له. قدر ان هو يسمح للمدرس ان هو يدخل داتا خاصه بيه ليظهرها للطلبه الخاصه بالمدرس ده. قدر كمان ان هو يسمح للمدرس بعمل اختبارات دوريه وشهريه لكل طالب بتحديد مستوى الطالب. قدر ان هو يسمح للولي الامر ان هو يتابع مستوى ابن الدراسي، ويقدر ولي الامر يدخل داتا كتريننج لابنه على مدى معينه. بعد كده هنتكلم على السيستم اركتكتشر. جيم بيست ليرن بيتكون من ويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن. الويب هنا خاص بالتيتشر او البيرنت، اما الموبايل فهو خاص بالستودنت او الشيلد. عندي في الويب ابلكيشن بيبدا الستودنت او البيرنت بتسجيل الدخول بالايميل. بعد كده بيظهر في وجهه الويب 3 اوبشن ان هو يعمل اساينمنت او ان هو يضيف داتا لماده معينه، او هو يضيف شيلد لو هو بيرنت، او يضيف ستودنت لو هو تيتشر. بعد ما التيتشر بيختار اي اوبشن من 3 اوبشنز دول ويدخل الداتا، تبدا الداتا بتاعت المدرس تتخزن في الداتابيز ويتم اظهارها على الموبايل ابلكيشن للستودنت. طبعا بعد ما الستودنت بيعمل تسجيل دخول على الموبايل، وبعد كده بيبدا الداتا اللي تم ادخالها من قبل الستودنت تعمل لها فيدباك وترجع تاني على الفرونت اللي يتم اظهارها للتيتشر عشان يقدر التيتشر ان هو يحدد مستوى دراسي المستوى الدراسي لكل طفل، ويعرف نقاط ضعفه وتطوره نقاط ضعفه وقوته في كل ماده، ويعمل على تطوير النقاط دي. جيم بيز ليرن. طبعا مع انتشار التكنولوجيا اللي بنعيشها دلوقتي وانتشار اجهزه الكمبيوتر المحمول واجهزه الالعاب المختلفه، اصبحت الالعاب الالكترونيه اكثر حضورا في حياتنا. فكان من الضروري توظيف الالعاب دي في التعليم والتكافؤ مع اهداف التعليم التربوي والتعليمي. فقامت الكثير من المنظمات والشركات بعمل مواقع ومنصات تعليميه للاطفال. كان اشهر هذه المواقع هو اي بي سي اي وستار فول وكيدز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أيمن أحمد إبراهيم محمد، ومسؤول عن جزء الداتابيس في مشروع جيم بيز ليرن. أول حاجة احنا هنتكلم عن مجموعة من النقط. هو اللي احنا هنتكلم عن الداتابيز وليه احنا محتاجين داتابيز وأهمية الداتابيز. هنتكلم عن الداتابيز مانجمنت سيستم المختلفة وأنواعها وإيه النوع المناسب للبيزنس بتاعنا. هنتكلم عن الداتابيز ديفلوبمنت لايف سايكل، المراحل المختلفة اللي مرينا بيها عشان نبني الداتابيز. هنتكلم عن اختيار الداتا الكوريكت مانجمنت سيستم للبيزنس بتاعنا. هنتكلم عن عملية الامبلمنتيشن والانتجريشن مع الباك اند ابلكيشن. أول حاجة هنتكلم عن الداتابيز. اول حاجه عند احنا مش الداتابيز هي مش مجرد مكان بنخزن فيه الداتا. احنا ممكن نخزن الداتا بتاعتنا في فايلز عادي، بس ايه بقى الداتا بتاعتنا ديت؟ ايه ليه احنا محتاجين داتابيز؟ لان الداتا بتاعتنا هتتاثر بمجموعه من الاشياء. الداتا بتاعتنا will be grow will be change over time it must be fast، لازم تبقى fast، لازم تبقى searchable، ادور فيها، available شير، يعني عند مجموعة من الناس شغالين على نفس الداتا فاقدر يغيروا فيهم، بروتكتد اند سكيور، مش اي حد يقدر يغير في الداتا، مش اي حد يقدر يوصل لها، مش اي حد يقدر يعدل فيها. الداتا دي لازم تبقى كونسيستنت. بعدين دلوقتي عرفنا ان احنا مش محتاجين الداتا بيز مش مجرد او هي مش مجرد مكان لتخزين الداتا. ده عبارة عن اورجانيز سيستم بنحط فيه الداتا بتاعتنا، والسيستم ده بنسميه داتا بيز مانجمنت سيستم، او ده السوفت وير اللي احنا بنكريته عشان نمانج نمبيوليت نديفاين الداتا بيز. داتا بيز مانجمنت سيستم تايب احنا عندنا ثلاث انواع: ريليشنال داتا بيز والنو سيكوال والنيو سيكوال. ريليشنال داتا بتعتمد على ريليشنال موديل وبتخزن الداتا في تيبلز اند كولومز، وبتبقى حلوه في حاله الكومبلكس كويري ابلكيشن والستراكشرد داتا ستورج زي الديت سايل
بوليان زي string زي number. نو سيكوال هي سكيماليس، او بمعنى صح مش بتحتاج بي ديفاين سكيما زي الريليشنال داتابيس، ودايناميك وبتستخدم في الانستراكشر داتا. هي حلوه الريال تايم اناليتنج واناليتيك والاي او تي ابلكيشن والكونتنت مانجمنت. ونيو سيكوال هي بتحاول تجمع الحلو من الاثنين من الريليشنال والنو سيكوال، فهي بتاخد الريليشنال موديل والسيكوال سكويرز من الريليشنال من السيكوال داتابيس، وبتاخد السكيلينج والبرفورمانس والديستريبيوشن اوبشن من النوسيكول. دلوقتي احنا هنتكلم عن الداتابيس لايف سايكل، ديفلوبمنت لايف سايكل، المراحل المختلفه اللي احنا مرينا بيها. اول مرحله عندي هي البلاننج، او بنسميها الانيشال ستاديوم فايند فاكتس. المرحله دي بنقعد مع اليوزر، او بنسميهم الستيك هولدر اللي هم اصحاب المصلحه. اللي احنا عندنا في مشروعنا في البيزنس بتاعنا كان مثلا دكتور عمرو، كان كبيرنت، كان قعد مع children اطفال، مع teachers وكلام، عشان نجمع البيزنس رول او مجموعه القواعد اللي احنا هننشئ عليها الداتابيس والبروجكت. فالمرحله الثانيه بنعمل داتا موديلنج، او من خلالها بنعمل conceptual design، وده اوفر فيو من خلاله بس، مجرد اللي احنا بنشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندنا. يعني احنا موجود عندنا parent، موجود عندنا data، موجود عندنا subject، موجود عندنا children، موجود عندنا task، موجود عندنا feedback. and database creation and implementation، مع حد بنبدأ نحدد ال database management system المناسب لينا، ونعمل عملية implementation. ثم بعد كده بنعمل operation وبن integration ال database اللي احنا بنيناها مع ال application، بنعمل maintenance و evolution and monitoring. واحنا اول حاجة بنبوت البيزنس رول فور ذا سيستم بيرنت. يعني احنا بنبدأ هنا مجموعة البيزنس رول اللي احنا بنيناها على السيستم بتاع. مثلا عندك البيرنت يقدر يضيف اكتر من ستودنت، بس كل ستودنت هو له بيرنت واحد او تيتشر واحد. الستودنت هو بينتمي لجراد واحد بس، each grad ممكن يبقى فيه اكتر من children. هنتكلم دلوقتي عن الكونسبشوال موديل، وده قلنا زي ما قلنا هو اوفر فيو. فاحنا عندنا بيرنت وداتا، مفيش اي حاجة اي سمات تبين. اللوجيكال موديل داتا موديل بقى بنبدأ نتكلم بقى، بنتعمق شوية، بنحط attributes. يبقى عند بيرنت ميل باسورد مثلا، اللي تشيلدرن مثلا خزنوا النيم، خزنوا الايج، خزنوا البيكتشر، الداتا مثلا خزن الجراد اللي هي تابعة عليه، الايمج يو ار ال بتاعها، السبجكت نيم اسم المادة اللي هي تابعة عليها، السنتنس مثلا، لو كانت سنتنس او كانت نمبر او كانت تشويس، الفيدباك مثلا، الداتا اللي بنخزنها لو التاسكس. الفيزيكال بقى بنبدأ نتعمق شوية، بنعرف التايبس بتاعها، بنعرف الفورين كي، برايمري كي والكلام ده. انتيتي ريليشنشيب، وده بيوضح طبيعة العلاقة ما بين كل انتيتي وبعضها. يعني مثلا parent may add من children، children must belong to one parent، parent may add من data، data must added by one children، one parent or teacher. هختيار بقى ال database management system الصح للبيزنس بتاعنا. اخترنا المونجو داتابيس للبيزنس بتاعنا، وهي نو سيكوال لعدة أسباب. أول حاجة احنا عندنا مش متوقعين حجم الداتا وايه التايبس بتاعت الداتا اللي ممكن نخزنها في المستقبل. يعني الداتا بتاعتنا will be grow، المواد ممكن تتغير، فاحنا مش عارفين. فهو ثانيا احنا عندنا structured data ممكن بنخزن images، فالنو سيكوال أو المونجو especially حلو في تخزين structured data، وهي document oriented، هي open source and free horizontal scalability. يعني اقدر اخزن الداتا في اكتر من سيرفر، او اقدر بمعنى اصح احط الداتا بتاعتي كل الداتا بتاعت يوزر في السيرفر قريب من flexible and data model high performance high availability. flexible and data model ده معنى ان انا اقدر مثلا لو انا عندي update في المشروع او حصل، اقدر اعدل في السكيما او في الداتابيس بسهوله. ريتش كويري لانجويج، الداتابيس بتاعنا احنا قلنا اللي هي ريتش كويري لانجويج، هاندل ان ستراكشر داتا زي ما قلنا. فده السبب اللي احنا اخترنا المونجو داتا بيس. الداتا بيس بقى عملية الامبلمنتيشن والانتجريشن مع الابليكيشن. اول حاجة احنا عارفين ان مونجو هي نو سيكوال، هي سكيماليس، فاحنا مفيش كونسترين او تيبلز تو بي، مش هنكاري التيبلز ولا الكلام ده. بس مونجو فيها حاجة حلوة، فيها انها بتوفر لنا كلاود فيرجن. مونجو داتابيس هو اسمه مونجو اطلس، ده بيدينا فري كلاستر. الكلاستر دول بيتكون من 3 ستورج سيرفر، وان مين اند تو فور ريبليكا.
مونجو بتستخدم الفلكسبل موديل. مونجو هي فلكسبل لانها بتستخدم الفلكسبل تخزن داتا بتاعتها على هيئة بايثون او باينري جيسون. ده بيسمح لنا ان احنا نستور او ريتريف الكومبلكس اند ستراكشرد اند كومبلكس ريليشنال، وزود من خلال من غير ما نحتاج ان احنا نعرف سكيماز. وده حلو، ده حلو للبروجكت بتاعنا. في حاجة، انت لما تيجي تتعامل مع داتابيز او تبني داتابيز، لما تيجي تاكسسها من خلال باك اند ابلكيشن، انت مش بتستخدم او مش بتاكسسها مباشرة، بتستخدم حاجة اسمها اوبجكت داتا موديل لايبراري، ودي بتبقى بتريفيل ستراكشر اورجانيز. هو عبارة عن ستراكشر، حاجة بتنظم بتدي ستراكشر اورجانيزيشن الداتا اللي انا في الابليكيشن. يعني الداتا دي انا اكسسها ازاي، هبعتها للداتابيز ازاي، الشكل بتاعها هتبريزنت الاكسس ومانيبيوليتنج السوفت وير بتاع الداتا. هي حلوه في حاله المونجو بالذات، لان مونجو هي سكيماليس، فانا محتاج ابقى حته ستراكشر عشان انظم الداتا اللي انا هبعتها. هبقى عندي مثلا شكل للداتا اللي انا بعتها، ابقى عارف في حالة اللي في الباك اند احنا شغالين نود جي اس او اكسبريس مع مونجو داتابيس. فاحنا عندنا هو المونجو الاوبجكت داتا موديل اللي مستخدم مع النود جي اس، او البوبيولار او الاشهر هو مونجوز. مونجو از سكيما ليس، عشان كده احنا بنحتاج ديفاين سكيما. وين ليه بنحتاج ديفاين سكيما؟ ليه يعني احنا مثلا لما نيجي نشتغل مع مونجوز، احنا هنبني ديفاين سكيما، يعني احنا هنعرف سكيما لمجموعة من الأشياء. احنا بنحتاج حاجة اسمها structure validation default. انا يعني نعمل structure validation، يعني valid data دي، يعني الايميل مثلا يبقى string، له regular expression معين، password يبقى string، default values لو احنا عندنا default value نقدر نعرفها. منقدرش نعمل دي في المونجو. يبقى عندنا middlewares. middlewares مثلا نقدر، يعني نقدر ان احنا في حاجة قبل ما نابديت او نعمل اي حاجه داتابيز، في لوجيك معين محتاج ننفذه في الداتابيز. داتا بيبليشن اند ريفرنسنج، يعني نقدر نربط الكوليكشنز المختلفه ببعضها. في حاجه برضو في الباك اند احنا شغالين ام في سي باترن او موديل فيو كنترول. فاحنا لما نيجي امبلمنت الداتابيز هنمبلمنتها في الموديل، او بمعنى اصح هنبني السكيمز بتاعتنا او المودلز بتاعتنا في الموديل فولدر. دلوقتي احنا هنشوف مع بعض الاطلس. ادي الاطلس، مونجو داتابيز اطلس على كلاستر زيرو. نقدر هنا نحدد فيه شوية، نقدر نحدد مين اللي بيأكسس الداتابيز من خلال ان احنا نسيت باسورد. ادي اليوزر، ممكن نحدد ايه النتورك المعينة نأكسس منها. زيرو زيرو ده بيسمح لكل الناس اللي هي اي نتورك من خلال تقدر تأكسس الكلاستر ده. هنروح نشوف الكود دلوقتي. ده الكود احنا عندنا، احنا قلنا ان احنا شغالين ام في سي باتر. احنا عندنا هنا الاب اللي بنبدا من خلاله رن الابلكيشن، الكنترولر، المودلز احنا عندنا طيب عندنا 5 مودلز، عندنا اللي هم بعدد الانتين، عندنا داتا، عندنا فيدباك، عندنا تاسك، عندنا بيرنت، عندنا ستودنت. هنخش نشوف البيرنت. البيرنت زي ما قلنا اول حاجه بتريكواير بتنستول المونجوز وبنريكواير، ثم بعد كده بنبدا نعرف السكيما بقى عشان يبقى عندنا. زي ما قلنا محتاجين ستراكشر فاليديشن، محتاجين نسيت الديفولت فاليوز، محتاجين نعمل ميدل وير، محتاجين نكونكت بتوين اكل كولكشن بعضها. فزي ما احنا شايفين هنا مثلا، هنا الريفرنس، هنا احنا عاملين ربط ما بين الستودنت سكيما والتاسك سكيما من خلال الريفرنس فيلد. وهنا برضو كربتين بين الداتا سكيما والستودنت سكيما. وبرضو احنا بنخزن طريقة تخزين اللي هو unstructured data images. احنا عاملين فايل بنسمينه upload، بنخزن ال URL بتاع الفايل أو الصورة بتاع ال picture أو ال image في المونجو داتا بيس. احنا زي ما قلنا الموديل فولدر و implement ال database schemas and each represents a collection. عندك في حاجة اسمها SQL terms versus المونجو terms، يعني عندنا
الداتابيز هي داتابيز التيبل في السيكوال بنقول عليه كوليكشن في المونجو، الرو بنقول عليه دوكيومنت، الكولوم بنقول عليه فيلد في الاندكس. هنا المراحل كونكت، عملية الكونكشن مع المونجو داتابيز، احنا لما نيجي نكونكت بناخد عملية الكونكشن ممكن نشوفها في الكود هنا ادي الاب اهو، عملية الكونكشن اهي كونكت اي مونجوز كونكت، بنحط اليو ار ال اللي بنجيبه من المونجو اطلس وبنتشيك هو كونكتد ولا لا. وهنا بعد كده بنعرف ال MVC patterns، بعدين بنعرف المودلز اللي موجودة، وبعدين بنبدأ نعرف ال entity ال schemas وال attributes والكلام ده، وبعدين نبدأ ال implement relation ما بين ال collection، وبعدين بال export ال each model عشان نقدر أي developer يستخدمه في أي file. تمام. السلام عليكم، أنا أحمد عبد السلام. هتكلم النهاردة في البرزنتيشن في الجزء بتاعي عن الإكسبريس فريم ورك ومايكروسوفت أزور والعمليات الديبلويمنت بتاعة الباك إند سيرفر بتاعنا. في البرزنتيشن ديت الأوبجيكتيف بتاعنا هيبقى إن إحنا نجين فاميلاريتي وذ إكسبريس وإزاي هي بتفت في النود جي إس. بعد كده هعرف اكتر عن النود انفايرمنت واعرف الفانكشناليتي اللي الاكسبريس فريم ورك بيقدمها لنا. هتكلم اكيد عن الفيدباك فيتشر او فانكشناليتي اللي انا ضفتها في البروجكت بتاعنا، لكن الجزء الخاص بيا هو والعمليات الديبلويمنت بتاعه الباك اند على الازور كلاود. بعد كده المفروض بقى اعمل اوفر فيو عن التوبكس اللي احنا هنتكلم فيها. فالتوبكس بتاعتنا هتبقى عبارة عن النود جي اس انفايرمنت والنود جي اس فيتشرز، وهتكلم برضو عن الاكسبريس فريم ورك نفسه والفيدباك فيتشر، وهعمل ازور اوفر فيو اكيد. وبعد كده هتكلم برضو عن الديبلويمنت نفسها على مايكروسوفت ازور. بعد كده قبل ما اتكلم عن النود جي اس انفايرمنت، المفروض يبقى عندنا تعريف عن النود جي اس وايه هي. فببساطه كده النود جي اس دي اوبن سورس كروس بلاتفورم ران تايم انفايرمنت للسيرفر سايد وللنتوركينج ابلكيشنز. والنود جي اس بتقدم لي ايفنت دريفن اركتكشر ونون بلوكينج انبوت اوت اي بي اي، اللي بيحسن لي الابلكيشن ثروبوت بتاعي والسكالابيلتي. نون بلوكينج انبوت اوتبوت اي بي اي دي هبقى اشرحها في سلايد بعد كده. التكنولوجيز بقى اللي بتبقى زي ديت بتستخدم دايما في الريال تايم نود ابلكيشنز. بعدها النود جي اس انفايرمنت، لما هنتكلم فيها عن الانفايرمنت نفسها بتاعت النود جي اس، هي بلاتفورم مبنيه على الكروم جافا سكريبت ران تايم. فالنود جي اس بتتعامل اكنها لايبرري عشان ان انا اقدر اكسكيوت الجافا سكريبت كود على السيرفر سايد بتاعي. وطبعا النود جي اس بتقوم على الفي 8 انجن بتاع جوجل، وطبعا اكيد انها بترن ايكوالي على اللينكس اوبريتنج سيستم او الويندوز اوبريتنج سيستم، مش هتفرق الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه، كده كده النود جي اس بتقدر تشتغل على اي اوبريتنج سيستم. اتكلم عن النود جي اس فيتشرز. النود جي اس فيتشرز بتاعتنا انها الايفنت دريفن موديل المستخدم بتاع النود جي اس هو نون بلوكينج انبوت اوتبوت موديل. ونون بلوكينج انبوت اوتبوت موديل ده معناه ان انا مثلا لو عندي الكود بتاعي ولما الريكوستات بتوصل على السيرفر بتاعي الريكوست بيتنفذ بالترتيب، بس لو مثلا في ريكوست من الريكوستات ديت طلب ان هو يكويري الداتابيس، الكويري بتاع الداتا الريكوست بتاع الكويري دوت بيتنقل من المين بروجرام لكيو تانية، بيتحط في كيو تانية. كيو دي بتبقى اسمها كول باك كيو. بكمل تنفيذ في الكود بتاعي لحد ما الكول باك كيو دي تخلص الكويري بتاع الداتابيز. بعد كده يتنقل من الكول باك كيو يتحط في الايفنت لوب. بعد كده بقى لما اخلص المين اكسكيوشن بتاعي، لما مبقاش في اي حاجه تانية او اي ريكوستات تانية موجوده، بروح للايفنت لوب واطلع منها الريكوست بتاع الكويري بتاع الداتابيز ويبدا تنفيذه بقى. فهو ده معنى كلمه نون بلوكينج، ان هو ما بيوقفش ان هو يرن الكود. يعني هو لما جاله كويري داتابيز راح حطه في كيو تانية وكمل اكسكيوشن للكود عادي. لما كويري داتابيز خلص
داجا هيتحط في الايفنت لوب. بعد كده لما ما بقاش فيه خلاص بقى ريكوستات، بدأ ان هو الكويري بتاع الداتابيس دوت يتنفس ويجيب الداتا اللي هو كان محتاجها. فالموضوع دوت بيديني excellent result لل real time applications على ال distributed systems، وبيسبورت برضو أكتر من device، وأكيد بيزود ال efficiency بتاعتي وبيزود ال throughput زي ما قلنا قبل كده، إن هو يستخدم non blocking input output asynchronous events في الكود بتاعي، ودايما وأنا بكتب ببقى بعمل حاجة اسمها async و await. هو دوت اللي بيخلي الكود بتاعي asynchronous و non-blocking. بعد كده الفايل والnetwork events هي multi-threaded، بس الابليكيشنز بترن على single thread، يعني هو single thread واحد اللي بيخدم الابليكيشن كله، بس يعتبر بسبب الكيوز الموجودة فيه فهي multi-threaded. الاسينكرونس نيتشر دي بتتيح للنودي ازاي ما قلت برضو انها بتسبورت ريل تايم ابلكيشنز بالبلت ان اسينكرونس انبوت اوت لايبريز، مثلا حاجه زي الفايل، حاجه زي السوكت، حاجه زي ال HTTP كوميونيكيشن لير ريكوستات بتاعتنا. احنا في المشروع بتاعنا استخدمنا الفايل واستخدمنا ال HTTP كوميونيكيشن، ما احتاجناش ان احنا نستخدم السوكت في حاجه. بعد كده الفيتشرز ديت بقى اليمينيت الاحتياج ان انا اقدر ان انا احتاج سيرفر سايد سوفت وير، لان النود جي اس بنفسها هي اكت از سوفت از سيرفر سوفت وير، وفي نفس الوقت برضو بترندر هاير ديجري يوزر ساتسفاكشن، يعني هي اليوزر في الحاله ديت اللي هو الديفلوبر بتاعنا انها بتقدر تهندل اكتر من كلاينت كونكشن في نفس الوقت. الموضوع ما بيبقاش فيه ما بيعتبر يعتبر ما بيبقاش فيه هيدك على السيرفر من ناحية الريكوستات وهكذا. اتكلمنا على النود جي اس وعرفنا الانفايرمنت بتاعتنا وعرفنا النود جي اس التعريف بتاعها. هننتقل بقى للفريم ورك اللي احنا بنستخدمه مع النود جي اس اللي هو الاكسبريس فريم ورك. احنا ليه بنستخدم الاكسبريس فريم ورك؟ عشان في النود جي اس لما بنيجي مثلا نعمل حاجة زي الكراود اوبريشنز، فالجيت والبوت والبوست الكلام دوت بكتب فيه كود كده بيتكتب فروم سكراتش، فانا مش كل ما اجي اعمل ريكوست او اعمل اي حاجه هكتب الكود ده فروم سكراتش. فهم اللي عملوا النود جي اس اخترعوا فريم ورك اسمه اكسبريس. الاكسبريس ده بيديني ميثودز وطرق جاهزه ان انا اقدر اعمل بيها الريكوستات بتاعتي، سواء ان انا بعمل اللي هي الكراود اوبريشنز بتاعتي. فالاكسبريس فريم الاكسبريس دوت زي ما قلنا ان هو ويب ابلكيشن فريم ورك للنود جي اس، مبني طبعا على النود جي اس، ومعروف ان هو سريع وبسيط، والطريقه ان انا اوصل بيها للحاجه اللي انا عايزها مش طريقه ثابته. فانا ممكن انا مثلا وصلت الحاجه دي كتبت كود مختلف، يعني انا وزميلي مثلا انا كتبت كود وهو كتب كود، واحنا الاثنين يعني الكود مختلف، مش مختلف جذريا، بس احنا الاثنين في نفس يعني احنا الاثنين وصلنا لنفس الحاجه اللي احنا كنا عايزين نوصل لها. فدي احسن حاجه بتميز الاكسبريس، يعني ان انا ما فيش طريقه محدده بقدر اوصل بيها للحل بتاعي. واكيد الاكسبريس برضو بيقدم لي اللي هو فيتشرز كلين اي بي اي، بيسهل عليا موضوع الراوتينج والميدل وير والويب ديفلوبمنت تاسكس الثانيه. نتكلم عن الفيدباك فيتشر، نعمل اوفر فيو سريع عليها. الفيدباك فيتشر اصلا بتاعتنا في البروجكت هي كفيتشر بتخلي اليوزر اللي في حالتنا ديت المدرس ان هو يقدر يتراك البروسيس بتاع الطالب بتاعه، بحيث ان هو مثلا الطالب دوت خلص التاسك الفلانيه في اللعبه الفلانيه، فبعد اول ما بيخلص التاسك ديت على طول بيتبعت ريكوست على الباك اند من الموبايل ابلكيشن. الريكوست دوت بيدخل الباك اند، ف بيبعت بيعمل هي بتبقى بوست ريكوست، بيخزن الفيدباك بتاعي في الداتابيز. الباك اند بيخزن الفيدباك بتاعي في الداتابيز، بعد كده انا بقى في الفرونت اند لو مثلا احتجت الفيدباك دوت بدخل على اليو ار ال الفلانيه واكويري الداتابيز عندي من الباك اند، بعد كده بقى برجع في الريسبونس بتاعي الفيدباك الفلاني. دي الفيدباك فانكشنز بتاعتي، دي كل الفانكشنز اللي احنا استخدمناها عشان نقدر نهندل موضوع الفيدباك. فالجيت اول فيدباك فانكشن دي
بتريتريف كل الفيدباك انتريز من السبيسيفيك ستودنت. يعني انا مثلا الفرونت اند بيدخل على يو ار ال معين ويبعت لي الاي دي بتاع الستودنت، انا بدخل الكويري داتابيز وارجع الفيدباك كل الفيدباك بتاعه. بعد كده البوست فيدباك دي بي اي بي اي او بوست ريكويست بيستخدمها الموبايل ابلكيشن عشان يقدر ان هو يسجل الفيدباك بتاع الطالب دوت بالتاسك الفلانيه باللعبه الفلانيه في الداتابيز بتاعتي. بعد كده برضو في حاجه عندي اسمها الجيت اول فيدباك والداتا. جيت اول فيدباك والداتا ديت بتتيح لي ان انا ارجع الفيدباك مرتبط بالداتا. يعني انا لما كنت بخزن في الاول الفيدباك كان بيتخزن كفيدباك وغلط قد ايه في السؤال الاول او السؤال الثاني والسؤال الثالث، بس هو ما عندوش معلومة عن ايه هو السؤال الاول او السؤال الثاني. فانا عملت حتة ال get all feedback بالداتا عشان اقدر ابوبيليت الفيدباك بالداتا. البوبيليت دي ميثود بتستخدم في المونجوز على السيرفر بتاعنا، بحيث ان انا اقدر اجيب اربط الفيدباك بالداتا بتاعتنا. بعد كده الفيدباك get feedback by task id function دي بستخدمها ان انا اقدر ارجع الفيدباك بتاعي بالتاسك التاسك بتاع الطالب وبالاي دي بتاع الطالب. واكيد في الفانكشنز اللي عدت دي كلها انا في فانكشن كنت محتاجها اللي هي اسمها الهيلبر فانكشن اللي هي بتاعت الجيت موديفايد داتا. دي استخدمتها لان احنا عندنا في الداتا بيس بتاعتنا لما كنا بنخزن الداتا ما بنخزنش الداتا على ونقسمها على المواد، احنا لا احنا كنا بنخزن الداتا ونحط اتريبيوت جوه الداتا ديت الداتا دي تبع ماده ايه. فانا احتجت الجيت موديفايد داتا دي عشان اقدر افلتر الحاجات اللي هقدر ارجعها في الفيدباك بناء على السبجكت نيم. فمثلا لو السبجكت نيم رياضه برجع الارقام والاوبريتور بتاعي. السبجكت نيم بتاعي لو عربي مثلا ممكن ارجع الكلمات والصور، وهكذا برضو نفس الموضوع في الانجليش ممكن ارجع كلمات او صور او الجمله لو كانت موجوده مش موجوده هيرجع لي الكلمات والصور بس. بص كده نتكلم سريعا عن ازور. ازور دي كلاود كومبيوتنج بلاتفورم بتقدمها لي شركه مايكروسوفت، بحيث انها بتقدم لي اكتر من سيرفيس ان انا اقدر ابيلد واعمل ديبلويمنت للابلكيشن والسيرفيسز بتاعتي. وازور برضو بتقدم لي ريلايبل وسكالبل انفراستراكشر ان انا اقدر احوست فيها الويب ابلكيشن، وبتاكد على موضوع ان الافيلابيلتي والبرفورمانس حتى في لو في لود على السيرفر. وازور طبعا بتسبورت اكتر من بروجرامنج لانجويج، منهم النود جي اس اللي هي كانت احسن اختيار اكيد عشان زي ما قلنا قبل كده ان انا اقدر هوست عليها أو ان انا اقدر هوست على ازور اكسبريس وبابليكيشن، لان احنا زي ما قلنا قبل كده ان اكسبريس مبني على النود جي اس. هتكلم عن الديبلويمنت للسيرفر بتاعنا على مايكروسوفت ازور. الموضوع ما كانش اصعب حاجه وواجهني شويه مشاكل هتكلم عنها في الاخر. انا بدات بان انا عملت اكونت على مايكروسوفت ازور وكريت ويب ابلكيشن سيرفيس ويب سيرفيس. الويب سيرفيس ديت هي بتاكت كالهوستنج انفايرمنت للابلكيشن بتاعي، يعني بحيث ان انا برفع عليها الكود بتاعي وبقدر بعد كده بقى كونكت الاكسبريس ابلكيشن بتاعي او كونكت الويب سيرفيس بتاعتي ديت جيت هاب ريبو مثلا عشان اقدر اتاكد ان موضوع الكونتينوس ديبلويمنت شغال، بحيث ان انا كل ما اعمل ابديت على الريبوزيتوري بتاعي الموضوع دوت يسمع في الكلاود ماشين بتاعتي من غير ما احس ان في السيرفيس بتاعتي وقعت او حصل اي مشاكل. فدي الازور بورتال بتاعتي ودي الويب سيرفر بتاعنا هو الجيم ليرنينج سيرفر دوت. وكان ممكن ان انا ادخل اغير الدومين بتاعي بحيث ان الازور بيديني شويه دي ان اس ريكوردز، باخد دي ان اس ريكوردز دي وبروح للدومين اللي انا اشتريته من المنصه، مثلا زي منصه زي كلاود فلير، وباخد الريكوردز دي واسجلها عندي في الدومين بتاعي. وبعد كده خلاص بيبقى الماشين بتاعتي بتبقى مربوطه بكاستم دومين، وكل ما ادخل على الكاستم دومين دوت هيفتح لي السيرفر بتاعي.
وده زي ما قلت لكم، زي ما قلت لحضراتكم من شوية، الـ Deployment Center اللي هو الموضوع الـ Continuous Deployment. هو بيبقى فيه موضوع pipeline وحاجات، يعني هو بيكريت ازور بيكريت فايل اسمه، بيبقى اسمه حاجة دوت واي ام ال. الفايل دوت بيبقى جواه شوية كوماندز، هو بيتكريت اوتوماتيك من ازور ذات نفسه، وهو اللي بيعمل برضو موضوع البايبلاين، وهو اللي بيحط الكود بتاعي في كونتينر عشان دوكر. انا الكلام ده كله بيتكريت اوتوماتيك، انا ما بعملش فيه اي حاجة. بعد كده بقى المشاكل اللي واجهتني، كانت اول مشكله ان انا كنت برن السيرفر بتاعي على البورت 8080، سوري البورت 3000. فلما كنت برفع السيرفر واجي اعمل له اكسس بيقول لي يو دونت هاف بيرميشن. المشكله ديت اتحلت ان انا ان ازور عرفت ان هم مش فاتحين غير بورت 8080 او بتاع الاتش تي تي بي اللي هو 80، والبورت 443 بتاع الاتش تي تي بي اس. فلما غيرت البورت بتاع السيرفر بتاعي ال 8080 وعملت ري ديبلوي للبروجكت بتاعي على الاب سيرفيس، لقيت البروجكت اشتغل تمام. وكان عندي برضو مشكله وانا بعمل ديبلويمنت، كان الموضوع بياخد وقت كبير جدا. فالحل في ان انا قبل ما اعمل ابلود للفايلز بتاعه البروجكت بتاعي، ان انا اعمل لها احطها في اضغطها احطها جوه زيب فايل، بعد كده قبل ما اشغلها برضو وبعد ما تترفع على الماشين بتاعتي اعمل لها انزيب. بعدها خلاص بقى البروجكت بيشتغل. وموضوع الاول يعني مثلا كان بياخد ممكن ساعة او ساعتين عشان اعمل ديبلويمنت، بعد كده بقى لما عملت موضوع الضغط والكلام دوت بتاع الفايلات بياخد مني تقريبا 5 دقايق بس كده. انا هيبقى جزئي خلص وشكرا. انا فادي رؤوف، ليدر الباك اند في تيم جيم بيز ليرنينج. هتكلم النهارده في كذا نقطه مهمه، اللي هما وات از اي بي اي، وات اند واي ريست فول، وات سكرول ريست فول اركتكتشر توتال اي بي اي. طيب اول نقطه عندي، يعني ايه اي بي اي؟ في حاجه بتواجهنا اليومين دول، لما انا اجي اخش على منصه عشان اكريت اكونت جديد، فممكن ان انا ادخل البيانات كلها ورا بعض يدوي، او اللي انا بضغطه واحده اسجل بجوجل او بفيسبوك. طب ده ازاي بيتم؟ ده حاجه اسمها ثيرد بارتي اي بي اي، اللي هو بيبقى جوجل موفر للمنصه او المنصات التانية اي بي اي يقدر يستخدمها، من خلالها ياخد معلومات معينه جوجل اللي محددها، تمام، بس بعد موافقتي، بدون بقى ما المنصه دي تخش وتشوف جوجل دي شغاله ازاي. فانا اقدر اقول ان الاي بي اي ديت يعني وسيله اتنين سيستم بيكلموا بيها بعض، بس بيكونوا متبعين شوية رولز. فناخد مثلا مثال، لو أنا عايز أطلع جواز سفر وأروح للمكان المخصص وأخد معايا البيانات والصورة وأروح للموظف أديله البيانات بتاعتي، تمام، والطلب، فهو بيستقبل الطلب ويحدد ميعاد إمتى أستلم الجواز، تمام. فاللي بيحصل إن هو كده أنا عملت طلب، فما ينفعش ان انا اروح بنفسي بقى المكان ده مصلحة الجوازات واخش المكان اللي هم بيطبعوا فيه واملى البيانات بنفسي في جواز السفر واطبع الصورة على الجواز وبنك خلص. لا، انا ما اقدرش ان انا كل اللي اقدر اعمله اروح هناك اقدم موظف، والموظف بقى بيتعامل مع السيستم من جوه ايا كان شغال ازاي. ففي الحالة دي الموظف هنا بمثابة اللي هو اي بي اي، اللي هو بديله الحاجة وهو بيتعامل مع السيستم من جوه. طيب وفي نفس الوقت لو انا مش مديله البيانات سليمة، طبعا بيديله معلومات غلط او حاجة وبيانات ناقصة، اكيد الطلب هيترفض. طيب يبقى انا اقول باختصار كده، يبقى انا عندي انا كسيستم عايز اكومينيكيت مع سيستم تاني، تمام، بس انا ما ينفعش ان انا ادخل جوه السيستم التاني ده واعرف هو شغال انترنال ازاي، فانا بستخدم اي بي اي بس زي الموظف كده. نروح للنقطة اللي بعدها، يعني ايه ريست فول وليه استخدمه؟ طيب الريست فول ده نوع من الاركتكتشر للاي بي اي، طبعا
اللي مبنية على حاجة اسمها ريست. طب ايه هي ريست دي؟ اللي هي ريبريزنتيشنال ستيت ترانسفير. طيب الريست ديت يعني هي ستاندرد، مش حاجة سبيسيفيك، يعني ايه؟ هي شوية مبادئ، تمام، مجموعة من الرولز كده، لو انا مشيت عليهم مع بعض يبقى انا كده شغال بالريستفول او بالريست، ولما استخدمهم يبقى انا كده في ما استخدمهم مع الشطحات التانية يبقى انا كده شغال بريستفول اركتكتشر. طب ايه المبادئ دي؟ اول حاجة عندي اللي هو اليونيفورم انترفيس، بعدين كليانت وسيرفر، وفي ستيتلس، وفي كاشابل، وفي ليرد سيستم. طيب عرفنا كده يعني ايه ريستفول. طيب ليه استخدم ريستفول؟ طبعا ريستفول بيوفر لي كذا حاجات، بما ان هو مبني على الريست، تمام، ستاندرد، فهو كمان بالاضافه لشويه حاجات تانية بتخلي الافشنسي عندي عالي، زي الستيتلس هنا اللي هو كل ريكويست ما بيحتفظش بالحاله عندي في السيرفر، ولذلك اقدر ان انا استخدم ان كذا كلاينت يستخدم السيرفيس عندي في نفس الوقت، لان انا ما بحتفظش بالحاله بتاعه الريكوست. تاني حاجه يونيفورم انترفيس، هنا بيستخدم اتش تي تي بي ميثود موحده، فبالتالي ده بيعلي من الافشنسي بتاعته. بعد كده ريسورس اورينتد، هنا الريسورس اورينتد يا مقصود بقى بالريسورس اللي هي الداتابيز، فهي بيعتبر انها اوبجكت، فكل حاجه مبنيه على الداتابيز، بحيث ان كل اند بوينت بتطلع مني بتكون عشان تعمل حاجه معينه في الداتابيز، تريتريف داتا، تبوست داتا، تابديت، تديليت، وهكذا. طب عندي بعد كده ستيتلس كوميونيكيشن، زي ما اتكلمنا فوق على نقطه الستيتلس اللي هو كل ان هو ما بيحتفظش بالحلقة، فهنا ستيتلس كوميونيكيشن طبعا ان تكمله لها هو كل ريكوست اندبندنت، يعني ما بيتكلمش مع ريكوست تاني، ومش ماشي بنظام اتريشن اللي هو ده ان الريكوست ده مترتب على الريكوست ده وهكذا، لا، هو كل ريكوست اندبندنت. طب في انتروبابيلتي، هنا في الجزئيه دي اللي هو في توافقيه عاليه مع السيستمز التانيه، فده بيخلي الاستخدام بتاعه يعني منتشر واسع، لان انا اقدر اتواصل مع كذا سيستم من غير بقى ما اعرف او ما يهمنيش اصلا هو مبني ازاي ومعمول بلغه برمجه ايه او فريم ورك ايه، ده كله مش لازمني في حاجه. بعد كده الكاشنج، هو بيستخدم مبدا الكاشنج هنا طبعا علشان يمنع الريبيتد ريكويست، في نفس الوقت الكلاينت ممكن يخزن حاجه عنده في البراوزر او حاجه او في لوكال ستورج يستخدمها بعدين، فبيقلل من اللود على السيرفر ان هو يقعد يبعت ريكوستات نفس النظام. فلو انا استخدمت الكاشينج مع الستيتلس كوميونيكيشن مع الستيتلس، هوصل للسكالابيليتي اللي هو قدرة عالية على التوسع الافقي اللي هو يقدر يغطي عدد كبير من الكليات. بعد كده يعني ايه كرود؟ الكرود ديت هي مجموعة العمليات اللي أنا بعملها بقى على الريسورسز اللي عندي اللي هي مقصود بقى الداتابيز. طبعا زي ما قلنا، اللي أنا بستخدم ال HTTP method في حالة ال request، فالمابنج بتاعها بيكون هو الكرود. طيب يعني فمثلا لو أنا عايز أكريت في الداتابيز بستخدم بوست request، لو عايز أريد من الداتابيز بستخدم get، لو عايز أبديت بستخدم بوت، لو عايز أديليت بستخدم ديليت برضه. فهنا هنلاقي ان هي الكرود دي اختصار للكريت وريد وابديت وديليت، فهي مجرد مابينج وهي اوبريشن على الداتابيز. بعد كده الاركتكتشر بتاعت الريست فول هتتكون من 3 حاجات اساسيين، اول حاجه المودلز، وده اللي هو بيبقى فيه السكيما بتاعت داتابيز او الكوليكشن لو انا شغال نو سيكوال. في بعد كده الكنترولر، ده اللي فيه الامبلمنتيشن بتاع الاي بي اي نفسه. بعد كده في الراوتر، ده اللي بيحدد انا هستخدم انهي كنترولر، لانه ده بيفكك الاند بوينت ويبتدي يحدد نوع بوست ولا جيت ولا ايه، ويحدد الكنترولر اللي هيستخدمه. فالكومبوننت دي بتتفاعل مع بعض، طبعا بتتفاعل مع بعض، فنشوف مثلا العلاقه ما بينهم. فانا بيجي لي ريكوست بيروح على الراوتر، الراوتر بيحدد انهي كنترولر اللي الاند بوينت دي
عايزاه او الريكوست ده عايزه، بعد كده بينفذه، بينفذ الموضوع ده، وبعدين بيروح طبعا للمودلز لان هيحتاج حاجه من الداتابيز، فدي انترفيس مع الداتابيز، وبعدين يبعت الريسبونس. فاحنا في المشروع بتاعنا استخدمنا المبادئ ديت والاركتكتشر ديت، اللي احنا عملنا كنترولر وموديلز وراوتر. طيب الاي بي ايز اللي احنا عملناه، عملنا حوالي 20 اي بي اي بتخدم الموبايل والويب سايت. الساين اب دي عشان البيرنت يخش على الويب سايت يسجل كريت اكونت، ساين ان علشان يسجل دخول، ابديت انفو باسورد وديليت اكونت عشان لو عايز يعدل حاجه، ادد شايلد دي علشان يضيف طفل مثلا يبتدي يحط له الداتا وكده، ساين ان للتشايلد من على الموبايل، والابديت بقى انفو باسورد وديليت اكونت لو عايز يعدل حاجه للطفل المعلومات بتاعته، انسيرت داتا علشان يبتدي بقى يدخل داتا تمام، وابتدي يستخدمها بعد كده انه يحط له تاسكات وكده، يجيب داتا علشان مثلا هو دخل داتا قبل كده مسبقا، فلو عايز بقى ياخد الداتا دي بشكل معين، ياخد صورة من هنا على كلمة من هنا ويكون لعبة وكده، فهو استخدم جيب داتا. ابديت داتا، هنا الابديت هيتم على لو هو مثلا دخل كلمة وعايز يعدلها، عايز يمسح، عايز يحط صورة مكان صورة وهكذا. بعد كده ديليت داتا لو عايز بقى شايف الداتا دي مش مناسبة للطفل ممكن يشيلها عادي. اساين تاسك، هنا بقى لو هو عايز يعمل تاسك او حاجة فهو بيختار اللعبة واختار الداتا اللي هتناسب اللعبة ديت وكل حاجة والجريد وكده. تيك تاسك دي عشان الموبايل لما يجي يطلب تاسك معين او التاسك اللي عليه الدور. بوست فيدباك ده علشان الموبايل طبعا بيراقب الطفل، يشوف مثلا هو عمل كام لعبة، غلط في كام لعبة، عمل كام لعبة صح، غلط في صورة معينة وهكذا، فيبتدي يبعتها تخزن في الداتابيز عشان بعد كده الأب يشوفها عشان يقدر انه يحدد له يعدل تاسك او يكررها له وهكذا. جيت فيدباك دي بقى اللي هي عشان يقرا الفيدباك يجيب الفيدباك بتاع الطفل يحطه على الويب سايت. ابديت تاسك لو هو بقى عايز يعدل مثلا حاجه على التاسك، كان هو كاري التاسك وعايز بقى ايه مثلا شاف ان هو لا ده تاسك مستوى صعب، انا حطيت صوره بالغلط وكده يعدل. ديليت تاسك لو عايز يمسح التاسك خالص. بس كده اكون خلصت الجزء بتاعي وشكرا. أنا حسن أحمد عبد الفتاح، مسؤول عن جزئية الـ User Interface User Experience Design. أول حاجة Design Tool اللي استخدمتها هي Figma. ليه بالتحديد استخدمت Figma؟ رقم واحد، Figma Web Based أو Cloud Based، يعني تقدر تستخدم Figma Online، فأنت مش هتحتاج إنك تنزلها على جهازك مثلا. تاني حاجة، لو أنت مثلا مسافر أو برا تقدر تشتغل على Figma على أي جهاز، كل اللي أنت هتحتاجه بس Web Browser. رقم 2، فيجما فري. رقم 3، فيجما بتقدم لنا عملية هاند اوف سهلة جدا، يعني وانت بتسلم الشغل بتاعك للمطور كل اللي انت هتحتاجه هتبعت له لينك فيجما بس مش اكتر، وهو هيبتدي يشوف التصميم اللي انت عملته وهيعرف كل التفاصيل عنه سواء كان سبيسنج او كولرز او اي شيء هو عايزه. رقم 4، فيجما بتقدم لنا ميزة الكولابوريشن، يعني تقدر تشتغل في تيم سواء انتوا كنتوا 3 4 افراد، تقدروا تفتحوا فيجما في نفس الوقت، اي تعديل هيقوم باي شخص من التيم ده هيبان عند التانيين في نفس اللحظه زي بالظبط جوجل دوكيومنتس. رقم 5، ميزه البروتوتايب اللي هنتكلم عنها في اخر البرزنتيشن. طيب ايه هي العوامل اللي لو موجوده في اي تجربه مستخدم نقدر نقول ان تجربه المستخدم دي ناجحه؟ رقم 1، يوزفول. لازم اليوزر يحس ان البرودكت اللي هو بيستخدمه ده يوزفول، بيلبي يوزر نيد معينه، وان هو كمان يكون valuable. اليوزر من استخدامه للبرودكت بتاعنا يحس ان هو رجع له value او قيمة معينة. رقم 2، ان هو يكون usable، يعني سهل الاستخدام. ما ينفعش اليوزر يقضي وقت طويل علشان يبتدي يفهم الابليكيشن بتاعنا
ويتعامل معاه بشكل طبيعي. رقم 3 findable، اي كونتنت اليوزر عايز يلاقيه على الابليكيشن بتاعنا لازم يلاقيه بسهولة جدا بدون ما يضطر ان هو يعمل كليكس كتير او يعدي على سكرينز كتير. فكلما قللنا عدد السكرينز اللي بيمر بيها كانت تجربة مستخدم انجح. رقم 4 credible، لازم نبني مصداقية للعميل في المنتج بتاعنا. فما ينفعش مثلا ان هو يلاقي عملية مثلا او سلعة معينة ب$20 يجي هو يشتريها يلاقي ان اتخصم من الكريدت كارد بتاعته $40 مثلا، فكده هيبتدي يفقد مصداقيته في الخدمة بتاعتنا او البرودكت بتاعنا. ومش بس كده، بسبب قوة السوشيال ميديا اليومين دول ممكن العميل ينزل بوست على فيسبوك مثلا بيحكي تجربته السيئة، وده هيأثر جدا في سمعة الشركة لدى مستخدمين تانيين كتير مش بس لدى المستخدم اللي مر بالتجربة السيئة. رقم 5 desirable، لازم تختار ألوان كويسة جدا، صور جذابة، لازم تحسن شكل التصميم علشان توصل للمستخدمين بطريقة أحسن. رقم 6 accessible، الاكسسبيليتي هي ان انا اقدر اوصل لاكبر شريحه من الناس، لاكبر عدد من الناس، لان في ناس عندها مثلا ديسابيليتيز، في يوزرز من انواع كتير مش كلهم عندهم نفس القدرات. ففي مثلا يوزرز عندهم اعاقه بصريه مثلا، في ناس عندهم عمى الوان، فلازم تراعي في الالوان اللي انت بتستخدمها انها تكون مناسبه لجميع الناس علشان تقدر توصل لأكبر شريحة من الناس. انت بتحاول تتارجت أكبر عدد من اليوزر، فلازم تركز جدا على حتة الاكسسبيليتي. طيب اليو اكس بروسيس بتاعتنا بتمر بخمس مراحل، من أول ما هي فكرة بس لحد ما يبقى ابليكيشن أو الفيجوال ديزاين اللي احنا بنشوفه في الآخر أو المستخدم يشوفه. رقم 1 اليوزر ريسيرش، في المرحلة دي بنبتدي نعمل يوزر انترفيوز وستيك هولدر انترفيوز وكومبيتيتور ريفيو. في اليوزر انترفيو انت بتبتدي تقابل المستخدمين وتتكلم معاهم، تسألهم عن المشاكل اللي بتواجههم، لازم تفهم ايه هي المشكلة بالتحديد، تفهم ايه هي احتياجات اليوزر. بعد كده بتعمل ستيك هولدر انترفيوز، الستيك هولدرز دول هم اي حد بيستفيد من نجاح المنتج، زي مثلا البروجكت مانجر او التيم ليدر، هتبتدي تتكلم معاه تفهم ايه هي البيزنس جولز اللي هم محتاجين يحققوها. واخيرا الكومبيتيتورز ريفيو، تبتدي تشوف المنافسين ليك او السوق وتشوف الخدمات اللي هم بيقدموها علشان يحصل لك بس يعني الهام او انسبيريشن. الاوتبوت اللي في اخر المرحله دي اللي بيكون معانا، بنلاقي ان احنا معانا اليوزر نيدز والبيزنس جولز. نبتدي بقى من اليوزر ريسيرش اللي احنا عملناه بنكون البيرسوناز. البيرسوناز دول بيبقوا يعني زي شخصيات خياليه، بنكون مثلا 3 او 4 شخصيات من اليوزرز اللي احنا من خلال اليوزر ريسيرش اللي احنا عملناه. بنبتدي بقى نكون 3 4 شخصيات مختلفين عن بعض تماما، نكتب عن كل شخصية ايه هي الجولز بتاعتها او ايه هي البروبلمز اللي بتقابلها، وكمان بنحط معلومات اساسية زي السن، الهوايات، واشياء من هذا القبيل. نيجي بقى لثالث مرحلة وهي الواير فريمز. الواير فريمز بتبقى مجرد سكتشات بسيطة بالورقة والقلم، بيبقى أبيض واسود بس. هنا بنكون محتاجين نرسم الاستراكشر الأساسي، يعني هنا هنحط مثلا سيرش بار، هنا هنحط باتون معين، هنحط صورة، السبيسينج بين العناصر دي. ف بنبتدي نرسم السكرينز والاستراكشر بتاعتها الاساسيه وما بنركزش على اي الوان في المرحله دي. معانا ثلاث انواع من الواير فريمز. اول نوع اللي هو اللو فيدلتي واير فريمز، هنا بس بنرسم سكتش بسيط للتوضيح بس مش اكتر، ولتوضيح الفكره الاساسيه بتاعتنا بالورقه والقلم مش اكتر. رقم 2 الميديم فيدلتي واير فريمز، هنا بقى بنبتدي نستخدم اداه ممكن زي فيجما علشان بس نضيف تفاصيل اكتر ويبقى شبه الابلكيشن الحقيقي اكتر، بس بيكون محطوط لسه معانا بليس هولدرز زي الكاردز المحطوطه او العلامات الاكس دي، فما بنكونش حاطين تفاصيل كامله. واخيرا الهاي فيدلتي واير فريمز، هنا بنحط تفاصيل اكتر زي ما موضح في الصوره اللي على اليمين،
بنبتدي مثلا الكلام اللي محطوط على الباتنز، لا بنحطه بالفعل، ما بيكونش مجرد يعني بليس هولدر وكده، بنحط تفاصيل اكتر، ولكن لسه برضو ما ضفناش الوان وما ضفناش التفاصيل الكامله. نيجي بقى للمرحله الرابعه وهي الفيجوال ديزاين. بنبتدي نحول التصميم بتاعنا للشكل الحقيقي اللي هيشوفه المستخدم، بنضيف الالوان، بنضيف الكونتنت، اي حاجه هتوصل للمستخدم في الاخر. فدي تعتبر المرحله النهائيه او قبل الاخيره، لان المرحله الجايه هي البروتوتايبنج. بنبتدي بقى نضيف تفاعل على السكرينات اللي احنا صممناها دي. احنا عايزين نخلي المستخدم يحس فعلا ان دي التجربه اللي هيقابلها لما يستخدم الابليكيشن الحقيقي. فبنبتدي نعمل ميزه البروتوتايب ان احنا مثلا لو دوسنا على الكليك على القراءه والمعرفه دي مثلا، هينقلنا للسكرين اللي بعدها، لو دوسنا على التالي ينقلنا للسكرين اللي بعدها. فبنضيف اي تفاعلات احنا محتاجين اليوزر يشوفها. دلوقتي هنستعرض ملف فيجما وهنشوف فعلا الشغل وهو حي قصادنا. ده كده الموبايل ابلكيشن بتاعنا، دي السكرينز اللي انا صممتها على فيجما. تمام. ميزة البروتوتايب هتمكننا ان احنا نعمل تفاعل زي ما احنا شايفين كده بين السكرينات دي. فهنعرض كده، انا بدوس على لوجن ينقل للصفحة دي بلاي، فبقدر العب اي لعبة واتعامل بشكل طبيعي، مع العلم ان ده مش كود، ده تصميم بس مش اكتر، علشان المستخدم يقدر يشوفه قبل ما نعمل اي عملية كودينج ونوفر اي فلوس ممكن تدفع. ده الويب سايت بتاعنا. زي ما احنا شايفين الويب سايت، لو احنا هنا في الهوم بيج في كذا يوزر فلو ممكن نمشي فيهم. فلو هنا دوسنا على اد تشايلد او اد سبجكت نروح في يوزر فلو معين، لو احنا دوسنا على اساين تاسك هنروح في يوزر فلو معين، لو دوسنا على صفحة المانج، فدي في كذا يوزر فلو محتملين زي ما احنا شايفين كده ممكن اليوزر يمشي فيهم. ممكن نشوفهم سريعا كده. فهندوس هنا معانا زي ما احنا قلنا خاصية البروتوتايب ان احنا نشوف الموقع حي. فلو دوسنا على اد تشايلد هنا هيخلينا ان احنا نكريت اكونت للطفل بتاعنا، لو احنا عايزين نعمل اكونت جديد ولا حاجة او عندنا طفل تاني. لو احنا عايزين نضيف مادة معينة او داتا معينة، فبكل بساطة احنا عندنا هنا موقع حي بالظبط. دي صفحة المانج، دي الداشبورد بتاعت الطفل اللي احنا التاسكات اللي احنا ضفناها. فده كده كان خاصية البروتوتايب وان احنا نحول التصميم لموقع حي قبل ما بعد كده يتسلم للديفيلوبر ويبتدي يبدأ عملية الكودينج، وإن هو يحول التصميم ده للكودينج والموقع حقيقي. شكرا. السلام عليكم، انا وسام عبد العليم من تيم الفرونت اند. الرول بتاعي كان يوزر انترفيس امبلمنتيشن. التكنولوجيا اللي استخدمتها ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والرياكت جافا سكريبت والتيلوين CSS. هتكلم عن كل تكنولوجي منهم بالتفصيل. اول حاجه ال HTML الاستراكتنج ويب ابلكيشن. ال HTML اختصار لهايبر تكست ماركبل لانجويج، استخدامها بناء صفحات الويب. ممكن نقول إن هي اللي بتحدد هيكل الصفحة وبتنظم المحتوى بتاعه، سواء كان هيدنج أو باراجراف أو إيميج أو باتلز. وكمان ال HTML مشهورة بالتاجز. بعد كده ال CSS ال Styling Web Application. ال CSS اختصار ل Cascading Style Sheets، استخدامها تنسيق صفحات الويب، يعني بتهتم بشكل عام بالشكل والتنسيق والألوان والخطوط والأظراف. التيلويند سي اس اس، وده بقى الستريم لايننج ديفلوبمنت. نقدر نقول على التيلويند سي اس اس ان هو سي اس اس فريم ورك، او ممكن نقول ان هو كلاسز جاهزة بتساعدنا في كتابة اكواد السي اس اس بدل ما نكتبها من الأول. يعني ممكن نقول إن هي حاجة شبه البوت ستراب.
واي تيل ويند؟ ليه انا استخدمت التيل ويند؟ لو جربت ان انا اكريت سيمبل باتون باستخدام السي اس اس وباستخدام التيل ويند، هلاحظ ان انا عشان اصمم سيمبل باتون بسي اس اس هكتب الاكواد الكتير دي، لكن باستخدام التيل ويند كتبت سطرين بس. الجافا سكريبت، الجافا سكريبت هي لغة برمجة عادية بقدر أعمل بيها عمليات حسابية أو حتى عمليات منطقية. أقدر أعمل بيها ويب أبليكيشن أو ديسكتوب زي الفيجوال ستوديو إديتور أو موبايل أبليكيشن يوزنج الرياكت نيتف، أو أقدر أستخدمها في الجيمز أو سكيورتي. الجافا سكريبت في الويب أبليكيشن بتضيف لي الداينامكس والأنيميشن. الجافا سكريبت كمان ممكن تضيف لي اللوجن فاليديشن as an example. الرياكت جافا سكريبت، الرياكت جافا سكريبت هي جافا سكريبت لايبرري بترندرنج اليوزر انترفيس. يعني ممكن اقول ان الرياكت بتبني مودرن اند انتراكتيف يوزر انترفيس. الرياكت مشهورة بانها كومبوننت بيزد اركيتكتشر، والكومبوننت بيتكون من جزئين ستيتس ورندر. الستيتس ده بيستور الداتا اللي ليها علاقة بالكومبوننت، انما الريندر بيهتم بالتشيب بتاع اليوزر انترفيس او بالتشيب اللي اليوزر بيشوفه. ليه رياكت؟ عشان الرياكت يوز ايزي تو لير، لانها بتستخدم سبيشال سينتاكس بنسميها جي اس اكس، هي ميكس بين الجافا سكريبت والاتش تي ام ال. التستابيليتي فيها سهل، اقدر نعمل لها تيستينج في اي وقت. كمان الرياكت هاي بيرفورمانس لانها بتعتمد على حاجه اسمها فيرتشوال دوم، يعني بتقارن الفيرشوال دوم الحالي بالفيرشوال دوم القديم، لو في أي اختلاف بتبتدي تحدثه وتظهره على الريال دوم. الموقع بتاعنا responsive dimension. يعني ايه responsive dimension؟ يعني نقدر ان احنا نعرضه بسلاسة تامة على أي شاشة، سواء كان تابلت لابتوب ايفون، على أي شاشة بيبتدي يظهر بسلاسة وبرونة باستخدام سي اس اس كويرز. كمثال على ده الهوم بيج، لو بصينا على الهوم بيج الابليكيشن بتاعنا نقدر نشوفها على التابلت او الموبايل فون او حتى اللابتوب بتوافقية كبيرة. الهوم بيج في الابليكيشن بتاعنا بتبين الاور ميشن، وكمان يقدر البيرنت ان هو يقدر يعمل لوج ان او يعمل ساين اب على حسب هو عنده اكونت ولا لا. لو بصينا على صفحة الساين اب بالنسبة للموبايل فون أو حتى اللابتوب، يقدر البيرنت هنا إن هو يعمل أكاونت جديد لو هو ما عندوش أكاونت، عن طريق إن هو يسجل الفول نيم والإيميل والباسورد ويعمل إن هو أجري على الكلام ده، وبالشكل ده يقدر إن هو يكريت أكاونت. طب لو هو عنده أكاونت جاهز، لو البيرنت عنده أكاونت جاهز يقدر يكتب الإيميل بتاعه والباسورد عشان يعمل لوج إن، او حتى من غير ما يعمل لوج ان يقدر ان هو يجرب الجيمز الموجوده في البلاتفورم. يقدر ان هو يعمل ده من اللابتوب او الموبايل او حتى التابلت. بعد ما البيرنت يعمل اكونت جديد او حتى يلوج ان وما عندوش شايلد او عايز يضيف شايلد جديد، يقدر ان هو يضيف الشايلد بتاعه، يضيف الاسم بتاعه، وبعد كده يضغط على اد نيم. يبتدي البلاتفورم يطلب منه الجريد بتاعت التشايلد اللي هو ضافه، وبعد كده بيحدده سواء من اللابتوب او الموبايل، لان احنا اتفقنا ان الابليكيشن بتاعنا كان. بعد كده بيبتدي البلاتفورم ان هو يجنريت الباسورد واليوزر نيم بشكل اوتوماتيك، وبعد كده يقدر البيرنت في اي وقت من مانج ان هو يغيره براحته. بعد كده بيبتدي البلاتفورم يقول للبيرنت ان هو هيبعت له ايميلز بشكل شهري عشان يتابع البروجريس بتاع التشايلد بتاعه. بعد كده بيبتدي البلاتفورم يدخل البيرنت على ماي شيلدرن ليست، وهي عبارة عن ليست بيبقى فيها التشايلد او التشيلدرن بتاعة البيرنت او الخاصة بالبيرنت ده. بعد كده لو بصينا على ماي شيلدرن هنلاقي فيه حاجة اسمها مانج وحاجة اسمها داشبورد. فاحنا لو دخلنا على الداشبورد هنقدر نضيف تاسك
للتشايلد. اما لو دخلنا على مانج فنقدر ان احنا نغير التشايلد نيم او الباسورد بتاع التشايلد او حتى الجريد لو هو كبر من جريد للتانية. طيب لو انا دلوقتي عايز اضيف تاسك من الداشبورد، اقدر ان انا اول حاجة عشان اضيف تاسك اسلكت التشايلد والجريد بتاعته، وبعد كده ابدا اختار السبجكت اللي انا محتاج اضيف التاسك ليها، هل هي مادة اللغة العربية ولا الانجليزية ولا الماس. نفرض ان انا اخترت المادة هي اللغة العربية، فابتدي بعد كده اختار اللعبة او الجيم اللي هبدأ احط اساين التاسك ليها. نفرض ان انا اخترت اللغة هي الانجليزية، فابتدي اختار بعد كده الجيم اللي هاساين تاسك ليها، سواء كانت هي sentences او كانت word game. لو اخترت ان المادة هي الماس، فابتدي بعد كده اختار نوع الجيم اللي انا هعمل عليها التاسك للتشايلد، هي compare مثلا ولا calculate. بعد كده ببتدي اروح لمرحلة الداتا سورس، هو الداتا اللي عندي اصلا entered قبل كده ولا لسه هضيف داتا جديدة. فلو هضيف داتا جديدة ببدأ اقول له البيرنت يقول له add new data ويبدأ يقول له next. بعد كده يبتدي يختار المادة اللي هيضيف لها الداتا بتاعة التاسك، هل هي العربية ولا الإنجليش ولا الماس. ولنفرض إن احنا هنختار المادة هي اللغة الإنجليزية، هيبتدي يقول لي اختار التايب بتاع التاسك بتاعك، هل هو وورد ولا هل هو سنتنس. هنختار سنتنس، هيبتدي يطلب من البيرنت ان هو يدخل السنتنس واللي تشويز 1 و 2 و 3 زي الام سي كيو، ويبتدي يعمل الكلام ده 6 مرات لان كل تاسك بيبقى فيه 6 جمل. وده مثال ان البيرنت دخل الجمل دي للموبايل ابليكيشن للتشايلد عشان يبدأ ان هو ينجز التاسك بتاعه. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالب عمرو محمد المهنساوي فرونت اند ديفلوبر، إن شاء الله هتكلم في الجزء بتاعي عن الويب فانكشناليتي. دي كده الهيدلاينز اللي احنا هنتكلم عليها في البرزنتيشن دي. أول حاجة هتكلم عن الانترودكشن، أنا هقدم إيه في البرزنتيشن دي؟ أنا هتكلم على أي لوجيك أو أي فانكشناليتي بتتم عندي في الفرونت اند. أول حاجة عندي الفورم فاليديشن، الفورم فاليديشن أنا ببني على اليوزر إن هو يدخل داتا غلط زي الفول نيم الايميل الباسورد. عندي هنا في الصوره الواضحه هنا انا منعت اليوزر ان هو يدخل الاسم بتاعه عباره عن حرف واحد، ونبهته ان الاسم على الاقل لازم يكون 3 حروف، كذلك الايميل وكذلك الباسورد. فانا بحط شروط للانبوت فيلدز اللي عندي عشان الايه اقدر اخد من اليوزر داتا صحيحه. تاني جزء عندي وهو الريكوست، ان انا من الويب ابلكيشن ابدا ابعت للسيرفر الريكوستات اللي انا عايزها، وابدا استقبل الريسبونس من السيرفر وابدا اعرضه عندي في الفرونت. اول ريكوست بيتم عندي وهو الساين اب ريكوست، ان اليوزر عايز يكريت اكونت عنده، فبعد ما بيدخل الاسم بتاعه والايميل والباسورد ويعمل ساين اب، بيبدا هنا في مرحله اللودنج ان انا ببعت اتش تي تي بي ريكوست للسيرفر وبستنى الرد بتاعه. عندي هنا ده شكل الاتش تي تي بي ريكوست، ببدا ابعت له هنا في البادي بتاع الريكوست الميل والنيم والباسورد، وابدا استنى لحد ما الريسبونس بيرجع. لو الدنيا تمام الريسبونس اللي بيرجع بالشكل ده بيبعت لي الستيتس روتين وبيقول لي ان الاكونت كرييتد سكسسفول. تاني ريكوست عندي وهو اللوجن ريكوست، اللوجن ريكوست اليوزر بيبدا يدخل الايميل ويبدا يدخل الباسورد، وكذلك برضه اول ما يضغط على لوجن ببدا ابعت اتش تي تي بي ريكوست للباك اند وبستنى الرد بتاعه. وده كده عندنا شكل الريكوست، ده البادي بعت له الايميل وبعت له الباسورد، وده الريسبونس اللي رجع لي من الباك اند بناء على ان المعلومات ديت صح، وده المعلومات دي تبع اليوزر ده. تالت ريكوست معايا اللي هو اد تشيلدرن، الاب بعد ما بيكريت اكونت بيبدا الفرونت يوديني للصفحه كريت التشيلدرن، ببدا اطلب من الاب ان هو يدخل اسم الطفل والجريد بتاعه. ونفس الكلام برضو عندي هنا ال HTTP request حاطط في البعض المعلومات ومستني ال response يجي لي من ال back end. ال request اللي بعد كده ان انا ببدأ اضيف الداتا، ببدأ اضيف الداتا زي مثلا هنا عندنا مثال ان انا ببدأ بضيف كلمات انجليزي عبارة عن الصورة عبارة عن الكلمة بالعربي وكلمة بالانجليزي وكمان الجملة.
عندي هنا ال HTTP request بيبقى عامل ازاي. الكلمة الواحدة بتبقى عبارة عن ببعت له طيب الكلمة ديت، وببعت له اللغة، وببعت له الداتا دي كلها. ده كده شكل البادي ريكوست. وعندي هنا الريسبونس، طالما الداتا خلاص اتسيف في الداتا بيز، السيرفر بيبدأ يرد عليا بيقول لي ان الداتا انسيرتنج كويشن سكسسفولي. اساين تاسك، اساين تاسك هنا انا ببدأ ابعت له 6 جمل او 6 ايتمز وابدا ابعتهم للباك اند. ببدا ابعته هنا في الريكوست، بيبدا ببعت الاي دي بتاع الكلمات نفسها وبستنى الريسبونس. لو الدنيا تمام عند الباك اند فيبدا يرجع لي ان التاسك ايه اسايند سكسسفولي. اخر حاجه معانا هو التشيلدرن تاسك. انا عندي هنا لما بفتح البروفايل بتاع التشيلدرن، عندي هنا في اليو ار ال اللي فوق ببدا ابوش الاي دي بتاع التشيلدرن، بحيث ان انا اقدر اجيب الداتا الخاصه بالتشيلدرن هنا. ففي الصوره اللي قدامنا هنا لو لاحظنا الخط الاحمر هنا، هنا بيشاور على الاي دي بتاع الطفل اللي اسمه عمرو اللي انا واقف عنده حاليا. ببدا اخد الاي دي دوت واعمل بيه اتش تي تي بي ريكويست عباره عن جيت ميثود. ببدا زي ما احنا شايفين هنا في اليو ار ال في الاخر في محطوط الاي دي بتاع الطفل. وكذلك بعد ما الدنيا تبقى تمام عند الباك اند بيبدا يرجع لي الريسبونس بالشكل ده عباره عن التاسكات اللي عند الطفل. بما اننا بنتكلم على جزء الاي بي اي والسيرفر ستيت، فاحنا في الويب عندنا اشهر حاجه موجوده دلوقتي هي الرياكت كويري. الرياكت كويري هي مكتبه بتهتم ان هي تهندل الداتا اللي بتتبعت واللي بتستقبل من الباك اند. بكل بساطه هي فكرتها ان هي بتبدا تكايش الداتا اللي جات لي، بحيث ان انا لو احتجتها مره تانيه في وقت قصير يبدا يجيب لي الداتا دي من الكاشنج بدل ما يروح يهت على السيرفر تاني. فهي عملت حاجتين، هي ظبطت لي الداتا عندي في الفرونت وظبطت البرفورمانس، ما خلتنيش ان انا كل مره احتاج ان انا اروح للسيرفر. فكرتها ببساطه ان هو تبدا بنحط تايم ستيل تايم وليكن مثلا 5 دقائق، فانا ببعت الريكوست ان انا بجيب مثلا تاسكات الطالب وخزنتها عندي. فالتاسكات دي لو متخزنه عندي مثلا بقالها 5 دقائق، 5 دقائق عدوا، فمعنى كده ان الداتا دي قديمه، فيبدا يروح تاني للباك اند يجيبها عشان تبقى احدث حاجه. طيب لو انا في 5 دقائق لسه ما عداش 5 دقائق واحتجت الداتا ديت، بيبدا الرياكت كويري تديها لي من الكاشنج اللي هي مسيفاه. الرياكت كويري عندها حاجه اسمها ديف تول، بتخليني وانا في الديفلوب مود ببدا اشوف الداتا وهي شغاله. انا دلوقتي كنت فاتح البروفايل بتاع الطفل وعملت فيتش للداتا بتاعته، فبدا يكيش لي هنا الداتا بتاعت الطفل دوت في صوره كي عباره عن التاسكس وجنبيها الاي دي بتاع الطفل ده. هنلاحظ عندنا هنا في اللون الاخضر ده معناه ان الداتا لسه فريش، يعني دي احدث داتا موجوده. بعد مثلا لو انا حاطط ان هو الستيل تايم عندي مثلا دقيقتين، فببدا الاحظ هنا عندي في الصوره ان اللون اتحول للون اصفر، ده معناها ان الداتا دي بقت قديمه. يبدا يفتش الداتا ديت في اكتر من حاله. لو انا مثلا فاتح الويب سايت ورحت الويب سايت تاني ورجعت تاني لنفس الويب سايت، يعني غيرت التابس بس، فيبدا هنا يفهم هو هيروح يفتش الداتا من تاني. او لو النت فصل عند اليوزر ورجع تاني، فبيبدا هو لوحده رياكت كويري بتبدا تفتش وتحدث الداتا اللي موجوده دي، وفي تفاصيل كتيره يعني. طيب ده كده شكل ان انا مثلا دي كده شكل الفانكشن وانا بروح افتش الداتا بتاعه التاسكات بتاعه الطفل. هنا في الفانكشن انا ببعت له التاسك اي دي بتاع التشيلدرن، وببدا اتكلم مع يوز كويري، ديت فانكشن موجوده في الرياكت كويري، تبدا هي تهندل الموضوع، تهندل الايرور وتعمل ريكوست للباك اند، وبترجع لي زي ما احنا شايفين هنا السطر اللي هو الستيل تايم. انا هنا حاطط 30 ثانيه، فمعنى كده ان الداتا هتتخزن 30 ثانيه في الكاش وهيحصل لها تحديث بعد ما 30 ثانيه يعدوا. ولو انا حبيت بقى استخدم الفانكشن دي، مثلا انا موجود عندي في صفحه التشيلدرن وعايز اجيب التاسكات، بكل بساطه هو السطر بسيط جدا، حل الرياكت كوير حلت لي مشكله الكومبلكس. كنا من غير الرياكت كوير كنا بنكتب كود كبير جدا ومعقد وشكله مش الطف حاجه. فاحنا عندنا هنا واحنا واقفين في الكومبوننت او الصفحه بتاعت التشيلدرن، انا حطيت سطر واحد بس، اديته الاي دي بتاع التشيلدرن، هو قام لي بالليله كلها ورجع لي الداتا. كمان مش بيرجع لي الداتا بس، لا ده بيرجع لي الفاريبل اسمه از لودنج ويز ايرور. از لودنج ده انا بستخدمه عشان اهندل الفيدباك عند اليوزر، ما يحسش ان الدنيا لا انا ما ضغطتش الزرار، لا هو هيضغط الزرار از لودنج ده تبقى بترو، فيبدا يشوف علامه اللودنج او ان هو انا بقول له انا بفتش الداتا دلوقتي استنى. طب لو حصل ايرور برضو بعرف من خلال الاز ايرور دي. مفيش عندي ابلكيشن رياكت من غير رياكت راوتر دوم.
رياكت رياكت دوم بكل بساطة احنا عندنا الابليكيشن عبارة عن اكتر من صفحة، فاحنا بنستخدم الرياكت راوتر عشان نربط الصفحات دي ببعض، تقدر ان انت تعمل سويتش ما بين الصفحة والتانية عشان تعرض الصفحات اللي عندك. تمام، الشكل قدامنا كده السيت اب بكل بساطة. انا هعرض دلوقتي في الكود اللي قدامنا هنا، لو احنا رحنا لباص سلاش بيرنت سلاش ماي تشيلدرن فيبدا الرياكت كويري يعرض لي الصفحه اللي هي اسمها ماي تشيلدرن. لو بصينا عندي هنا في اليو ار ال هنلاقي عندي هنا الدومين بتاع الويب سايت بتاعي سلاش بيرنت سلاش تشيلدرن، فلما بيحط الباص حسب الباص المعين يبدا يعرض لي صفحه معينه. دي فكره الرياكت راوتر ببساطه، الرياكت راوتر مع الليزي لودنج. ايه الفكره؟ احنا عندنا في الرياكت فكرتها ان احنا اول ما بنخش على الموقع السيرفر بيبدا يبعت لي ملف جافا سكريبت اسمه باندل، ده بيكون محطوط فيه كل الصفحات بتاعه الويب سايت. فاحنا لو فكرنا فيها كده ان اليوزر اول ما هيخش على الصفحه هبدا اوصي له صفحات الويب سايت كله، مع ان هو في صفحات مليون في المية ممكن ما يكونش هيستخدمها اصلا، فانا كده عملت هيت عنده في البراوزر وعملت هيت على السيرفر بتاعي. بكل بساطه اللي انا بستخدم رياكت راوتر مع الليزي اللي موجود في الرياكت، بقول له لو سمحت الصفحه دي ما تعرضهاش غير لما اليوزر يروحها. فانا عندي هنا في السطر الاول ده الامبورت البسيط، البسيط ان انا بعمل امبورت مثلا صفحه الهوم من الباص بتاعها. هنا انا ما بستخدمش ليزي لودنج، هنا انا برجع الصفحه اول ما اليوزر يخش على الويب سايت. تاني سطر بقى هي هنا الجميل في الموضوع ان هو ليزي لودنج، ده معناها ايه؟ ان انا بعمل امبورت للصفحه باستخدام الليزي. هنا بقول له ان صفحه الهوم دي مش هتتفتح او مش هتتبعت للبراوزر بتاع اليوزر غير لما يوصل لها. البروتكتد راوتس، هنا انا عندي راوتس بتبقى محتاجه حمايه او تبقى محتاجه ان اليوزر يكون عامل لوجن عشان اقدر اعرضها له. فاحنا لو بصينا عندنا هنا في الكود في المستطيل الاحمر هنا، انا هنا عندي فاريبل اسمه لوجن، انا بتاكد من اللوجن دوت ان اليوزر عامل لوجن ولا لا. في حاله ان اليوزر لوجن يعني اللوجن دي كده بترو، فببدا اوديه للصفحه اللي هو عايزها. طيب لو انا ما لقيتش ان هو عامل لوجن ببدا ارجعه لصفحه اللوجن. تمام، عشان اقدر في الرياكت ابلكيشن بتاعي ان انا ابدا اباصي داتا من كومبوننت لكومبوننت تانيه، فاحنا عندنا حاجه اسمها بروبس. بروبس بالشكل ده لو انا عندي كومبوننت كبيره شايله اتنين كومبوننت وعندي داتا في الكومبوننت الكبيره دي اللي هي البيرنت، ببدا اباصيها في صوره بروبس للتشيلدرن بتوعها. طيب انا طبيعي ان الابلكيشن بتاعي هيبدا يكبر يكبر يكبر، هيبقى فيه صفحات كتير. فانا عندي هنا داتا في الشكل ده كده بتبدا تظهر مشكله البروب دريلنج. ايه المشكله؟ انا عندي داتا دلوقتي موجوده في البيرنت وعايز ابصيها للكومبوننت اللي انا مشاور عليها هنا، ففي كام بروبس اتحذف، حذفت الداتا من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا وهكذا. فبدا الموضوع يحصل يبقى معقد ويبقى يعني يحصل الدريلنج ده، تحس ان انت بتحفر لحد ما بتوصل للكومبوننت اللي انت عايزها. وعشان المشكله ديت هنبدا نستخدم ريدكس. ريدكس هي مكتبه مشهوره بتعمل ستيت مانجمنت. بكل بساطه هي هتكيش الداتا اللي انا عايزها تبقى شيرد ما بين الصفحات كلها في مكان معين، بحيث ان انا في صفحه لو انا مثلا في الصفحه هنا، فبدل ما كنت باخد الداتا من البيرنت بتاعها لا انا هروح اخدها من الريدكس على طول. فالريدكس تول كيت حلت لي مشكله الدريلنج، بحيث ان هي بتاخد الداتا بتخزنها بتكيشها في مكان ما وابدا اي صفحه عندي ابدا ان انا اكسس الداتا دي. ريدكس برضه عندها الديف تول بتاعتها، بقدر من خلالها اتابع الاكشنز اللي بتحصل عشان تساعدني في عمليه الديبوجنج. لو عندي مشكله عايز اشوف الداتا اللي راجعه لي ايه بالظبط واقدر ان انا اهندل الايرور. فمثلا عندي في الصفحه اللي هنا دي اول ما انا عملت لوجن عندي في الويب سايت وباخد الداتا اللي راجعه لي من الباك اند اللي هي عباره عن معلومات الاب والاطفال بتاعته، ببدا اخزنها عندي في ريدكس. ليه؟ لان انا طبيعي الاطفال بتاع الاطفال بتوع البيرنت او معلومات البيرنت هحتاجهم في اكتر من مكان في الابلكيشن بتاعي. فده احسن او انسب حاجه ان انا استخدمها، استخدم حاجه زي ريدكس اخزن المعلومات دي في مكان بحيث ان انا اقدر اوصل لها في اي وقت وفي من اي صفحه.
بالنسبه للفيرتشوال كنترول احنا استخدمنا جيت هاب. دلوقتي في ريبو على جيت هاب احنا كنا بنرفع عليه الفايلات بتاعه المشروع بتاعنا، فاذا السورس كود كامل مرفوع عندنا على الجيت هاب. استخدمنا الجيت هاب عشان نتراكنج الفايلات اللي موجوده عندنا في الويب سايت. حصل اي ايرور، حصل اي حاجه، ابدا ان انا اشوف الهيستوري بتاع الكود بتاعي وابدا اعرف الايرور ده ممكن يكون سببه ايه. اخر مرحله معانا في الويب ابلكيشن وهي الديبلويمنت. احنا عملنا ديبلويمنت للابلكيشن بتاعنا على استضافه فيرس دوت اب. ده اللينك بتاعه، ده عباره عن لايف ديمو نقدر من خلاله نستخدم الابلكيشن. السلام عليكم، انا اسمي غدا محمد، مسؤوله عن جزء الجيمز ان ويب ابلكيشن. الحقيقه ان الجيمز الموجوده على الويب مختلفه تماما عن الجيمز الموجوده على الابلكيشن، بحيث لو الطفل مل من الجيمز على الابلكيشن يقدر ان هو يدخل على الويب هيلاقي جيمز مختلفة تماما. والحقيقة هم 4 جيمز بس مع حدوث اي ابديت للبروجكت هنقدر احنا نضيف جيمز تانية. عندنا كل جيمز من الاربعة ليه هدف معين. فليكن الكولرز جيمز دي عبارة عن مجموعة من الكروت، كل كارت عليه اسم الكولرز وبيقابلوا كارت عليه شكل توضيحي خاص بالكولرز ده. بيبدأ الطفل ان هو يختار كارت معين ويختار الكارت اللي عليه شكل توضيح الخاص باللون الكولرز. لو كانت الإجابة صح هيبدأ ان اللون الكارت يتحول للون الأخضر وتبدأ الجنزة تنطقله اسم الكولر. لو الإجابة كانت غلط هيبدأ ان انا يظهر لي فويس يعبر عن ان الإجابة دي غلط ويبدأ ان الطفل يحاول مرة تانية. الهدف من لعبة الكولرز ان احنا لقينا ان معظم الاطفال كي جي عندهم مشكلة في حفظ الكولرز باللغة الانجليزية، فحابين ان احنا نسهل عليهم الموضوع ونخليهم يحفظوه بشكل اسهل وابسط من خلال الكولرز جيم. اما بالنسبة للعبة التانية فهي لعبة الميموري جيم، والهدف من اللعبة دي تدريب الطفل على اعتماده على الذاكرة في استرجاع المنهج. اللي هي عباره لعبه الميموري عباره عن مجموعه من الكروت، كل كارت عليه حرف من حروف اللغه الانجليزيه بيقابله كارت اخوه برضو، بس بيبقى الكروت متوزعه بشكل عشوائي. بيبدا ان الطفل يبدا ان هو يختار اي كارت بشكل عشوائي، بيبدا ان هو يخزن في ذاكرته مكان الكارت والحرف الموجود على الكارت، بحيث لو قابل الكارت مره تانية يعرف ان هو يتعرف على الكارت اخوه ويبدا ان هو يختارهم مع بعض. لو كانت الاجابه صح هيبدا او عمل ماتشنج بين الكارتين هيبدا ان انا اديله 2 بوينت. لو الاجابه كانت غلط هيبدا ان الكارتين يختفوا ومش مش هيحصل اي اكشن، وهكذا لحد ما جميع الكروت تنتهي. بالنسبه للعبه الثانيه وهي لعبه التشويز جيم، وهي بتشبه كتير لعبه الكولرز جيم، بس احنا استبدلنا الاسماء الكولرز ببعض الكلمات اللي بتبقى صعبة على الاطفال كيجي بحيث ان احنا نسهل عليهم حفظ الكلمات دي. فبيبدأ برضو ان هو يختار الكارت ويبدأ ان هو اللي عليه اسم الكلمة، يبدأ ان هو يختار الكارت اللي عليه الصورة المعبرة عن الكلمة دي. وبرضو لو الاجابة كانت صح هيبدأ ان لون الكروت تتحول للون الاخضر وهي هتبدأ اللعبة تنطاله اسم الاسم باللغه الانجليزيه. لو الاجابه غلط برضه هيبدا ان هو يديله فويس يعبر له ان الكلمه دي غلط فحاول مره تانية. بالنسبه لاخر لعبه معانا هي لعبه الانجليش ليرن جيم، ودي عباره عن مجموعه من المستويات. عندنا مستوى ديفيكولت والمستوى الميديا والمستوى الايزي الميدل والمستوى الايزي. عندنا في سبيلنج جيم متقسمه لسبيلنج جيم وريدنج جيم. لو دخلنا على السبيلنج جيم ايزي الليفل الايزي هنلاقي السبيلنج جيم عباره عن كارت بيظهر في صوره صوره معينه ويبدا ان الطفل يكون الحروف اللي بتعبر عن الكارت ده. فظهر عندنا صوره بقره فيبدا ان الطفل يختار الحروف المعبره عن كاو. فلو الاجابه صح ببدا ان انا اقول له ببدا ان انا ادخله على المستوى اللي بعد كده. طبعا ده المستوى السهل، فممكن انا احط له حرفين اتنين في نفس المربع. وهكذا ببدأ ان ادخله لحد ما الجولة بتخلص، ولو قال play again بيبدأ ان هو يظهر له كلمات تانية مختلفة مع الكلمات الاولانية، وبرضه بدخله جولة تانية. لو هو حب يرجع هيرجع يلاقي مجموعة من المستويات، فالمستوى طبعا الايزي عن المستوى الميديا عن المستوى الديفيكولت جميعهم مختلفين في صعوبة الكلمة.
بالنسبه للسبيلنج بقى، لو دخلنا على بالنسبه للريدنج في الجزء الايزي، هلاقي ان انا الكارت هنا بدات ان انا احط له انا الكلمه وخليه هو اللي يختار لي الصوره المعبره عن الكلمه دي. لو الاجابه صح لو الاجابه غلط هقول له ان الاجابه غلط وحاول مره تانية. لو الاجابه كانت صح هبدا ان انا ادخله على الجوله اللي بعد كده، وهكذا لحد ما ينتهي من الجوله دي. طبعا انا ببدا ان انا لو بعد بيخلص الجوله وببدا ان انا اديله كلمات تشجيعيه، ولو عايز يرجع يلعب اللعبه تاني هي برضه هيظهر له كلمات مختلفه وصور مختلفه عن اللي كانت موجوده في الجوله الاولانيه. وبعد ما الطفل بينتهي من اللعب ببدا ان هو في الاخر بيبقى فيه مربع بيظهر فيه عدد المرات اللي هو فاز فيها كنوع من التشجيع على اللعب. انا عبد الله سعيد، هبدا اتكلم عن الموبايل ابلكيشن. احنا هنا استخدمنا رياكت نيتيف وهو كروس بلاتفورم فريم ورك للموبايل ابلكيشنز باستخدام الجافا سكريبت، واستخدمنا معاه اكسبو وهي مجموعه من التولز اللي بتسهل التعامل مع الرياكت نيتيف، ومن خلالهم عملنا ابلكيشن بنهدف من خلاله ان احنا نسهل عمليه التعلم للاطفال، وده من خلال تقديم مجموعه من الجيمز اللي بتحول العمليه التعليميه لتجربه ممتعه بالنسبه للاطفال. في البداية هتكلم عن الـ APIs لأنها بتمثل جزء مهم جدا من الـ Application. من خلال الـ APIs بقدر أتواصل مع الـ Backend عشان أجيب الداتا بتاعة التاسكات اللي هتعرض في الجيمز المختلفة، وكمان من خلالها بقدر أرجع للـ Backend فيدباك عن أداء الطالب في التاسكات المختلفة. عشان نضمن الاستمرارية في حالة حصول مشكلة في الانترنت كونكشن بنستخدم الـ Async Storage وهو نوع من أنواع الـ Storage في React Native عشان نخزن داتا التاسكات بمجرد ما يتم استلامها من الـ Backend. كمان بنستخدم الـ Secure Store عشان نخزن الـ Login Credentials بحيث أن اليوزر ما يضطرش يلوج إن كل ما يفتح الـ Application. في الـ Application بنستخدم Background Music وكمان Sound Effects عشان اليوزر يقدر يميز الإجابة الصحيحة من الإجابة الغلط. عشان نحقق ده بنستخدم اكسبو اي في وهي مكتبه بتوفر اي بي ايز تخليني اقدر اشغل واتحكم في الاوديو والفيديو فايلز. كمان بنستخدم فيجوال فيدباك زي تغير لون الباك جراوند مثلا عشان اليوزر يقدر يميز الاجابه الصح من الغلط. اول سكرين في الابلكيشن هي اللوجن. هنا اليوزر بيدخل يوزر نيم والباسورد، وبمجرد ما يدوس لوجن يبعت اي بي اي ريكوست للباك اند اللي بيرجع لي ريسبونس بحدد من خلاله اذا كانت البيانات اللي دخلها اليوزر صحيحه او لا. لو صحيحه الباك اند بيرجع لي البيانات الاساسيه لليوزر اللي بحتاجها في الابلكيشن وبخزنها زي ما قلنا قبل كده. بعدين بنقل اليوزر للسكرين الرئيسيه في الابلكيشن، لكن لو مش صحيحه اليوزر بيطلع له ايرور مسج وبيفضل في اللوجن سكرين. التاسكس ماب سكرين هي السكرين الرئيسيه في الابلكيشن، من خلالها بنافيجيت لكل السكرينز التانيه. في البدايه اول ما السكرين بتلود بتبعت ريكوست للباك اند عشان تجيب الداتا المتاحه لليوزر واللي بتكون عباره عن التاسكات وكل تاسك ايه الجيمز المناسبه ليها، وبناء على المعلومه دي التاسك الواحده بتتحول دايناميكلي لاكتر من ليفل على حسب عدد الجيمز المناسبه. ومجرد ما اليوزر يدوس على ليفل بينافيجيت للجيم المرتبطه بالليفل ده. في السيتنجز بعرض اسم اليوزر والبروفايل بيكتشر لو موجوده، لو مش موجوده بيكون في صوره افتراضيه. كمان بديله امكانيه اختيار افاتار معين بيظهر معاه في معظم الجيمز. في زرار لوج اوت لما بيضغط عليه بيمسح كل الداتا المتخزنه لليوزر وبيرجعه لللوجن سكرين. اول جيم في الابلكيشن هي الكونكت. الهدف هنا ان اليوزر يكونكت الكلمه والصوره المناسبين لبعض عن طريق انه يضغط عليهم ورا بعض. لما ده بيحصل بنقارن بينهم عن طريق الاي دي، لو زي بعض بيكون في بوزيتيف ساوند افكت والاثنين بيختفوا، لو مش زي بعض بيكون في نيجاتيف ساوند افكت. طبعا عشان نمنع قدر الامكان ان الكلمه والصوره المناسبين لبعض يظهروا جنب بعض بنعمل راندوم شافلنج للكلمات والصور. الجيم الثانيه هي ليسن اند تشوز. الهدف هنا ان اليوزر يسمع نطق الكلمه وبعدين يختار من الكلمات المعروضه. الكلمات بيتم ترتيبها عشوائيا بحيث ان ترتيب الكلمات المنطوقه ما يكونش بنفس ترتيب الكلمات المعروضه. اللعبه بتبدا بمجرد ما اليوزر يضغط على لسن، بعد كده النطق بيكون تلقائي، بمجرد ما يختار الاجابه الصحيحه بيتم نطق الكلمه اللي بعدها مباشره، لكن لو احتاج يسمع الكلمه مره تانية يقدر يضغط لسن في اي وقت. لما بيختار الاجابه الصحيحه بيكون في بوزيتيف ساوند افكت والاختيار بيختفي، لكن لو غير صحيحه بيكون في نيجاتيف ساوند افكت. الجيم الثالثه هي الماس اوبريشنز. هنا بنعرض عمليه حسابيه واختيارات لليوزر. لما اليوزر بيختار الجيم بتحسب ناتج العمليه الحسابيه وتقارنه باختيار اليوزر. لو صح بيكون في بوزيتيف ساوند افكت وتغير في الباك جراوند للون الاخضر لفتره بسيطه، بعدين بتظهر العمليه الحسابيه اللي بعدها. لو الاختيار غير صحيح بيكون في نيجاتيف ساوند افكت والباك
جراوند بتتغير للون الأحمر لفترة بسيطة، بعدين كل شيء بيرجع زي ما كان عشان اليوزر يحاول مرة تانية. في نهاية كل جيم بيكون في ريكوست للباك اند يبعت من خلاله فيدباك عن اليوزر بيرفورمانس في الجيم. الريكوست بيكون فيه تفاصيل زي الجيم اي دي والتاسك اي دي وكل سؤال معاه عدد محاولات اليوزر لحله. بعد كده بينافيجيت للسكور سكرين، وهي سكرين عامة كل الجيمز بتنافيجيت ليها بعد نهايتها. هنا بنعرض لليوزر ملخص البرفورمانس بتاعه في الجيم، وكمان بنديله إمكانية إعادة نفس الجيم بنفس الداتا مرة أخرى أو الرجوع للتاسك ماب سكرين مرة تانية عشان يلعب ليفل مختلف، وممكن كمان يكويت الابليكيشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد إسماعيل جلال، هشرح لكم الجزء الخاص بي في الموبايل أبليكيشن في مشروع جيم بيز ليرنينج. الأول هنتكلم على التكنولوجيا اللي أنا مستخدمينها وهي رياكت نيتف. رياكت نيتف هنا كروس بلاتفورم أبليكيشن، وديت الميزة بتاعتها إن هي بتقدم لنا عن طريق إن أنا بكتب كود واحد بيحصل له كومبايل وبيطلع لي تو فيرجنز من الأندرويد ومن الأي أو إس. طبعا ديت الميزة بتاعته عن النيتف أبليكيشن إن أنا بحتاج لو هطلع موبايل هطلع ابلكيشن اندرويد بكتب بلغه برمجه مختلفه عن لو انا هطلع ابلكيشن اي او اس. فهي دي الميزه، ان احنا بكود واحد بنطلع التو فيرجن بتاعه الاي او اس والاندرويد. طيب الرياكت نيتف منقسمه لنوعين، في رياكت نيتف اللي هي بيور وفي حاجه اسمها اكسبو. طب ايه الفرق ما بينهم؟ اولا الابلكيشن بتاعنا معمول اكسبو. طيب ليه ما استخدمناش رياكت نيتف؟ لان هو ده اسهل في حته الديفلوبمنت والكومبايل وكده، بحيث ان هو ما بنعوش ان احنا نستخدم ايميليتور او سيميليتور عشان كل شويه نتست الجهاز او الابلكيشن او الفيتشر الجديده اللي احنا عاملينها. لا ده بمجرد بيبقى فيه تسهيلات كتير في اكسبو ديت، بمجرد بنسكان كيو ار كود وبنرنه على الريل ديفايس بتاعنا وبنبدا نشوف التغييرات اللي احنا عملناها. تاني حاجه هنتكلم على الريدكس تول كيت او الستيت مانجمنت اللي انا مستخدمينها في الابلكيشن معانا. اول حاجه خلينا نرجع خطوه لورا كده ونتكلم ليه احنا مستخدمين ستيت مانجمنت في الابلكيشن بتاعنا، وايه اللي كان هيحصل لو احنا مش مستخدمين ستيت مانجمنت. اول حاجه هو الكود بتاعنا عباره عن تري اوف كومبوننتس، كومبوننت بيرنت مثلا تحته كذا كومبوننتس ثانيه، او كومبوننت دوت كونكتد بكومبوننت ثاني بطريقه ما. ففي عندي نوعين، كومبوننتس كونكشن بكومبوننت تانيه، او كومبوننت بيرنت وتحته كومبوننت تشيلدرن واللي تشيلدرن دول تحتهم تشيلدرن تانيه. فانا نتخيل مثلا ان انا عندي كومبوننت بيرنت وتحته كومبوننت تشيلدرن في التري لحد مثلا الديبس بتاع الموضوع في 6 كومبوننت. يعني انا مثلا عندي معلومات في الهوم بيج، ولنتخيل مثلا ان نفس المعلومات ديت انا عايزها في الهيدر بتاع الصفحه بتاعتي. فانا عشان ابعت المعلومات من الهوم بيج ديت للهيدر، فانا هعدي على كل الكومبوننتس اللي ما بينهم وابدا ابعت لها المعلومات. هعدي الاول بالمعلومات بتبدا بتروح من البيرنت للتشيلد اللي تحته للتشيلد اللي تحته وهكذا لحد ما توصل لاخر كومبوننت في التري تبدا تديها المعلومات عن طريق فانكشنز بنبعتها لها. طيب افرض انا دلوقتي الكومبوننت اللي عندي ما بين البيرنت واخر تشيلدرن خالص مش محتاج ان انا اشير معاها المعلومات دي. فده اللي حصل لو احنا مش مستخدمين ستيت مانجمنت، ان انا بزود الكومبلكسيتي بتاعت الكود، بشير كومبوننت مش محتاج المعلومات، بشير معلومات مع كومبوننت انا مش محتاجها تعرفها. فدي البيج بروبلم لو احنا مش مستخدمين ستيت مانجمنت. طيب حلو قوي، الستيت مانجمنت بقى وفرت لي ايه وحلت لي ايه؟ اول حاجه معانا خالص وهي الشيرنج ستيت بتوين كومبوننتس. انا استغنيت عن كل ده وبقى عندي حاجه اسمها ستور، جلوبال ستور، بحط فيه كل المعلومات بتاعتي اللي ممكن في يوم من الايام تبقى شيرابل ما بين اكتر من كومبوننت. وانس ان كومبوننت منهم عايز معلومه بيروح ياكسس على طول المعلومه دي من الستور من غير ما انا اعوز ان انا اجيبها من الكومبوننت ده وانزلها ابعتها للكومبوننت اللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما في الاخر الكومبوننت اللي هو في اصغر حاجه في التري توصل له. لا ده على طول اخر كومبوننت ده يا دوب هياكسس الجلوبال ستور ده يجيب منه المعلومات. فديت المين فيتشر بتاعت الستيت مانجمنت بتاعتي اللي هي الريدر.
اللي هي ريدوكس تول كيت. طيب تاني حاجه السنترلايزد ستيت. السنترلايزد ستيت ديت اول حاجه بتخلي الجلوبال ستيت زي ما انا قلت سنتر في مكان واحد، انا اي كومبوننت عايزها بيروح على طول ياكسسها من غير ما يقعد ياخدها من البيرنت بتاعه والبيرنت بتاعه وهكذا. تاني حاجه بتخلي عندي حاجه اسمها سنجل سورس اوف تروث. سنجل سورس اوف تروث ديت يعني من الاخر ان هو الداتا بتاعتي موجوده في حته واحده، لما اعوز ادبجها او ازود داتا او اتست حاجه او ابديت حاجه ببقى عارف دايما ان انا هروح المكان دوت، لان ده المكان الوحيد اللي بتطلع مني الداتا. فده طبعا بيزود عليا بيسهل عليا الديبجنج، بيخلي الكود احسن وكلين وهكذا. تالت حاجه ان هو بيخلي زي ما انا قلت ان ايزي تو ديبج، ان انا على طول عارف ان الداتا بتاعتي موجوده في حته واحده، فانا يوم لما ديبج او يحصل ايرور هروح ديبج في مكان واحد، مش هروح الف على كل الكومبوننتس بتاعتي عشان كل الكومبوننتس بتاعتي فيها الداتا ومش عارف مين بيابديت مين وهكذا. طيب تالت حاجه معايا بريدكتبل ستيت ابديتس. بريدكتبل ستيت ابديتس ديت بتوفر لي حاجه مهمه قوي، ان حاجه اسمها انفورس يوني دايركشنال داتا فلو. ديت معناها هنا ان بتوفر لي ان انا ببقى متاكد ان الداتا بتاعتي طالعه دايما من البيرنت، بمعنى ان انا زي ما بقول لو انا عندي بيرنت وتحته التشيلدرن وتحته التشيلدرن، فالتشيلدرن ده لو عايز يغير داتا معينه الداتا دي هو ما ينفعش يغيرها، لا ده لازم من الاول بيبعت حاجه زي ايفنت للبيرنت، فالبيرنت بيبقى عارف ان ده التشيلدرن ده عايز يغير داتا فالبيرنت هو اللي بيغيرها من عنده. فانا هنا بانفورس اليوني دايركشن، بوحد المكان اللي بيتغير عندي الداتا، عشان ده برضه بيرجعنا لاول نقطه ان انا اقدر من خلالها بتسهل عليا الديبجنج، بتخلي الكود بتاعي كلين، اقدر اجروف الكود، اقدر اسكيل وهكذا. بعد كده بتمبروف الكود اورجانيزيشن. الكود اورجانيزيشن ده هي بتشجع الستيت مانجمنت، بتنكرج الاستراكشر كود عن طريق ان هي بتعمل حاجه اسمها مبدا مهم قوي عندنا في البرمجه اسمه ايه، سيبريت ذا كونسرنز، بحيث ان انا الستيت مانجمنت ديت بحط كل الفانكشن واللوجيك بتاعها الخاص في سيبريشن بعيدا عن الفانكشن واليو اي بتاع الكود. وده طبعا بيقلل الكومبلكسيتي بتاعت الكود وبيخليني اديبج بسهوله، وبيخلي الكود ايزي تو تيست واسكيل، وان انا اعمل مينتين للكود بسهوله. اخر حاجه وليس اخيرا هي الاسينكرون ستيت مانجمنت، عن طريق حاجه اسمها الكرييت اسينك سانك. دي بتبروفايد ميدل ويرز، بدل ما انا امبلمنت الاي بي اي واعمل فيتش وبوست وهكذا مانوال، وممكن ده يبقى فيه باجز انا مش واخد بالي منها كذا، فاللايبراري بتوفر لي ميدل وير وبتسهل لي ان انا اهندل الاوبريشن الاسينكروس اوبريشن اللي هي زي الاي بي ايز. هنيجي بقى للسكرينز بتاعت الالعاب، وانا عامل 3 سكرينز للالعاب في الموبايل ابلكيشن. اول سكرين فيهم اسمها كومبير جيم سكرين. الكومبير جيم سكرين ديت انا بفتش من الاي بي اي رقمين بيبقوا راجعين لي من الاي بي اي، وطبعا عندي اللي هي السيمبلز اللي تحت اللي هي اكبر او اصغر او يساوي، دول عندي ستاتيك. طيب انا بعد ما بفتش الرقمين دول عن طريق فانكشن، فانا اوريدي ببقى عارف الريليشن ما بين الرقمين دول، هل ال17 اكبر من ال4 او يساوي او اصغر، بقدر اعرفها بسهوله. بيبقى عند الطفل اللي بيلعب الثري سيمبلز زي ما احنا قلنا دول ستاتيك، وانس ان هو داس على واحده فيهم بتقوم ايه طالعه في السكوير اللي فاضي ما بين الرقمين، بيدوسها هو على تشيك، لو الاجابه غلط فانا بديله نيجاتيف فيدباك، وعن طريق الساوند ولون احمر باك جراوند حمراء، وبقول له ان ديت حاجه زي دي غلط، وبيقوم بعدها راجع تاني السكوير ده بيفضى، يقوم هو حاطط سيمبل تاني وهكذا لحد في الاخر لما السيمبل ده صح مثلا، وهنا في حالتنا اللي هي 17 اكبر من 4، فببعت له بوزيتيف فيدباك وحاجه تدلله ان هو الاجابه ديت صح. بعد كده لو هي الاجابه صحيحه فبيقوم رايح على الرقمين اللي بعدهم براندوم، طبعا بيجيب له رقمين تانيين وهكذا، هو يقعد يجرب لحد ما يخلص الاستاك بتاع اللعبه ده كله اللي مبعوت له من الويب. تمام، نيجي لتاني لعبه وهي الارينج جيم سكرين. الارينج جيم سكرين ديت انا بفتش من الاي بي اي كلمه بتكون مبعوثه لي من الاي بي اي، الكلمه ديت انا بعمل لها شافلنج، لان فكره اصلا اللعبه
ان انا بيكون عنده لعبه مش مترتبه، وهو عن طريق ان هو بيدوس على كل حرف فيهم فبيترتبه عن طريق الاوردر اللي هو بيجوا ورا بعض. بعد كده في الاخر بعد ما بيرتب بيدوس تشيك، انا بعد ما بيدوس تشيك بتشيك على الارنج اللي هو عمله، لو نفس الارنج الصحيح اللي جاي لي من الاي بي اي فبقول له ان ديت ايه صحيحه وكده. فانا اول لما بستلم الكلمه في الاول من الاي بي اي بعمل لها شفلنج عشان ما يصادفش ان الكلمه تنزل بنفس الترتيب الصحيح ليها، يبقى كده اللعبه بتاعتنا كده يعني البربز بتاع الرئيسي مش موجود. فانا بعمل للحروف شفلنج، بعد كده هو بيبدا عن طريق ان هو بيتاتش كل حرف بينزل تحت بيحصل له الرينج، بعد ما بيدوس تشيك لو الاجابه بتاعته تمام بيطلع له بوزيتيف فيدباك وبيروح على اللعبه اللي بعدها وهكذا. طيب لو الاجابه غلط بيجي له نيجاتيف فيدباك وبيقول له ان هو غلط وبيحاول تاني. اخر سكرين معانا او اخر جيم وهي الميسنج وورد جيم سكرين. الميسنج وورد جيم سكرين ديت انا بفتش من الاي بي اي جمله وثلاث كلمات، فببدا اقارن الجمله ديت بالثلاث كلمات اللي راجعين لي لحد ما الاقي كلمه من الثلاث كلمات اللي راجعين لي دول في الجمله اللي فوق، فدي بالنسبه لي بتبقى الكوركت انسر وبيبقى مكانها في الجمله هو الميسنج ميسنج وورد. ف لما بعرف مكانها بشيل مكانها من الجمله وبنزل له الجمله زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده الثلاث كلمات اللي راجعين تحت، وانس ان هو بيختار الكلمه الصحيحه اللي انا شرحت ازاي ببقى عارفها بفانكشن انا عاملها بتقارن ما بين الكلم الثلاث كلمات اللي راجعين لي من الاي بي اي مع الجمله اللي راجعه. فوانس ان هو يختار الاجابه الصحيحه بيحصل له بوزيتيف فيدباك وبيتم بيروح على الجمله اللي بعدها وهكذا لحد ما يخلص يستاك اللعبه ده كله. اما لو الكلمه اللي اختارها مش هي الكلمه الصحيحه بيطلع له نيجاتيف فيدباك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عمر احمد عبد السميع شاهين، اشتغلت في جزء الموبايل ابلكيشن في البروجكت بتاعنا جيم بيزد ليرنينج وصممت تو جيمز ارابيك ام سي كيو جيم وارابيك ميني تشويسز جيم. قبل ما اتكلم عن الجيمز هتكلم على جزئيه النتورك كونكشنز. احنا في الابلكيشن بتاعنا استخدمنا رياكت نيتف كوميونتي نت انفو لايبرري دي عشان تمانج النتورك كونكشنز وبتشيك الستاتس بتاعه الكونكشن اللي موجوده عندي وتهندل الاونلاين والاوفلاين سيناريوز عن طريق ان انا بيظهر لي لوج فيه الديتيلز بتاعه الكونكشن اللي جاي لي زي الفريكوانسي والسبيد والاي بي ادرس والسترينث او هل هي موجوده ولا لا وغيرها. طيب بالنسبه لجزئيه الجيمز، الجيم الاولانيه اللي هي اربك ام سي كيو جيم هتكلم عن اربع نقط مهمين. النقطه الاولانيه اللي هي اللعبه دي بتعمل ايه؟ اللعبه ببساطه بتعلم اللاعب ان هو البيزكس بتاعه اللغه العربيه، بتسال مثلا عن معنى كلمه وتختار المعنى الصحيح ليها. هي اللعبه دي لعبه ام سي كيو اختيار متعدد له ان هو يختار اختيار واحد بس مكتوب بالجافا سكريبت رياكت نيتف وموضحه في الاكسبو فيور. طيب اللعبه شغاله ازاي؟ ببساطه اللاعب بيختار بيجي له اسئله بيختار من الاسئله دي الاختيار. لو اختار اجابه صح الاجابه صح دي تتحول للنون اخضر ويظهر له تحت ان هو جاوب صح ويظهر له زرار كمان يقول له التالي ان هو يقدر يموف للنكست كويشن او نافيجيت لبقيه الاسئله، وكمان عنده بروجرس بار فوق يعرفه هو واقف في انهي مكان في الاسئله. طيب اللي يحصل لو اللاعب اختار اجابه غلط؟ لو اختار اجابه غلط زي ما موضح في الصوره كده هاللعبه هتحول تفلاش لون احمر تمام، وساعتها مش هيظهر له البطن اللي موجود تحت اي يعني مش هيقدر يكمل في بقيه الاسئله الا لما يختار الاجابه الصحيحه. طيب كمان ايه اللي يحصل لو اللاعب خلص كل الاسئله؟ لو اللاعب خلص كل الاسئله هيظهر له زرار جديد تحت مكتوب عليه انتهى او دن، يعني بحيث ان هو يقول له ان انت كده خلصت كل الاسئله، وهينافيجيت لصفحه جديده اللي اسمها الريزلت او السكور سكرين يقدر يجيب له فيها السكور بتاع اللي هو حققه من حيث النقط اللي جوابها صح او غلط. طيب التولز او الفانكشنز اللي انا استخدمتها، استخدم اول حاجه صممت ثلاث سكرينات، صفحه الهوم سكرين اللي هي الصفحه الاساسيه اللي بتظهر للاعب بيظهر له فيها القواعد بتاعه اللعبه وزرار بدايه اللعبه، الكويستشن صفحه الاسئله العاديه اللي هي زي ما موجوده فوق، والريزلت سكرين اللي هي صفحه اللي بيجي له فيها السكور اللي هو حققه عدد الاجابات الصحيحه او عدد الاجابات الصحيحه من توتال كويستشن اللي هو جاوب عليهم. استخدمت شويه فانكشنز عشان تساعدني في الكود زي التاسك اي دي. التاسك اي دي هنا بحيث ان انا لازم يكون عندي في كل لعبه اي دي معين، اللي احنا عاملين 7 العاب فلازم يكون لكل لعبه اي دي عشان يساعدني بعدين. الداتا بترجع لي قيم الكويستشنز اللي انا عاملها في صفحه اوريدي لوحدها عشان ترجع لي قيم الكويستشنز
بالأسئلة بالإجابات بالاختيارات بتاعتها. البوينتس دي دي أنا عاملها عشان خاطر بحيث إن كل لاعب لما يختار إجابة صحيحة يجي له بوينت، فيظهر له صفحة السكور عدد البوينتس اللي هو جاوبها. الاندكس دي بترجع لي الاندكس بتاع السؤال أو الكويستشن اللي هو موجود فيه، الاندكس بتاعه سواء الأول أو التاني أو التالت. الانسر ستيتس دي بتحدد لي الستيتس بتاعت الانسر سواء هي ترو او فولس، ومن خلال ده انا بقدر ان انا اخلي اللاعب سواء يكمل في بقيه الاسئله او لا. طيب كمان عندي داله الانسر، كل ده بعمل له ست. الانسر اللي هي الاجابه او الاجابات اللي هو اختارها سواء صح او غلط بترجع لي القيم بتاع الاجابات اللي هو جاوب عليها. رونج واتمتس، رونج دي بتكاونت الاجابات الغلط اللي هو جاوبها، والاتمتس بتخزن الاجابات الغلط. طب انا هستفيد من ده ايه؟ هستفيد ان انا بعد كده مخزن قيم الاجابات الغلط دي فيما بعد المشرف على الطالب او الطالب نفسه لما يجي يراجع الاجابات الغلط اللي هو جاوب عليها يعرف الاجابات دي ويبدا يتعلم منها، فبعد كده يقدر يجاوب على الصح. سيلكتد انسر اندكس دي الاجابه الاندكس بتاع الاختيار او الاجابه اللي هو اللاعب جاوب عليها، بترجع لي القيمه بتاعتها. البروجرس برسنتج دي بتجيب لي القيمه بتاعه البروجرس برسنتج اللي انا ماشي عليها عشان يقدر يظهر لي فوق الخط الاخضر اللي فوق ويبدا يبين للاعب هو واقف في انهي مكان في السؤال في الجيم. طيب ده كان بالنسبه للجيم الاولانيه. الجيم الثانيه اللي هي ميني تشويسز عرب الجيم، برضو اللعبه هنا شبيهه باللعبه الاولانيه، بس الفكره ان هو بيعلم اللاعب برضو البيزكس بتاعت اللغه العربيه، بس هنا هو اللعبه دي ليها كذا اختيار، ليها كذا اجابه صح، يعني مالتيبل انسرز للكويستشن الواحد، فاللاعب لازم يختار كذا اجابه صح. برضه هي نفس الفكره مكتوبه بالجافا سكريبت رياكت نيتف وموضحه في الاكسبو فيور. اللعبه دي بتشتغل ازاي؟ نفس القصه، اللاعب بيختار اجابه، لو اختار اجابه صح تبدا تظهر له باللون الاخضر، لو اختار اجابه غلط تبدا تفلاش احمر. طب هو اللاعب هنا اختار اجابه صح بس ما ظهرلوش اي حاجه جديده، ليه؟ لان اللعبه هنا ليها مالتيبل انسرز، فاللي يحصل لو ايه يعني ايه اللي يحصل لو اللاعب اختار اجابه واحده بس صح؟ مش هيظهر له اي حاجه، لازم يختار كل الاجابات الصحيحه زي ما هو موضح في الصوره كده، اختار كذا اجابه صح فبيبدا يظهر له زرار تحت يقول له التالي، فيقدر ينافيجيت او يكمل او يموف لبقيه الاسئله اللي موجوده عنده سواء كانوا اجابتين او ثلاثه او اربعه على حسب عدد الاجابات اللي موجوده، بس هم اكتر من اجابه. طيب اللي يحصل لو اللاعب خلص كل الاسئله؟ برضه نفس القصه، هيظهر له صور تحت اسمه نهايه وهيموفوا للصفحه الاخيره اللي فيها الريزلتس بتاعته. طيب التولز والفانكشنز اللي انا استخدمتها قريبه برضه من الجيم الاولانيه، تاسك اي دي بحيث ان كل لعبه لازم يكون لها اي دي معين، والداتا بترجع لي قيم الكويستشنز، والاندكس بترجع لي الاندكس بتاع السؤال اللي انا موجود فيه. هنا انا استخدمت داله تشوزن بحيث انها ترجع لي قيم الاجابه الصح، ومستيك ترجع لي قيم الاجابه الغلط، وعندي برضو رونج واتمتس زي برضو الجيم الاولانيه، وعندي حاجه اسمها الكرنت كويستشن ده بيديكلير الكويستشن اللي انا واقف عليه بالظبط. تمام، عندي كمان داله استخدمتها اسمها الهاندل اون بريس، دي بتعرفني ان انا لما اختار على اجابه من الاجابات اللي موجوده ايه اللي يظهر او ايه اللي يحصل، بحيث ان انا لو اخترت على اي اختيار، لو اخترت على اجابه صح مثلا، فالاجابه الصح دي لما اختار عليها هتبدا تظهر باللون الاخضر، لو اخترت على اجابه غلط فهتبدا تظهر باللون الاحمر، وبرضه بحدد له ان هو لازم يختار كل الاجابات الصح عشان يقدر يكمل او يموف لبقيه الاسئله. وده كان باختصار. السلام عليكم، انا كريم الحاجري من تيم الاي اي. ان شاء الله هتكلم انا وزميلي سعيد عن المودلز اللي اتعملت وازاي قدرنا نوظف الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته في المشروع بتاعنا. دي التوبكس اللي انا هتكلم عنها ان شاء الله، والباقي زميلي سعيد هيشرحها. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وفوائده واستخداماته. طبعا الذكاء الاصطناعي هو مفهوم بيهدف انه يخلق آلات ذكية زي البشر، يعني بتلاقي الحاجات دي بتعملها البشر زي حل المشاكل واتخاذ القرارات، والذكاء الاصطناعي بيساعد الآلات تعمل الحاجات دي كمان. طبعا الـ AI بيعتمد على تكنولوجيا متقدمة زي الماشين ليرنينج والنيورال لانجويج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن، هدف طبعا منه انه يخلق نظم قادرة تعلم وفهم والتعامل زي البشر. طبعا مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي كتيرة جدا، بتستخدم في الصناعة والتعليم والرعاية الصحية وحتى في الترفيه. أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي هنلاقي طبعا أمثلة على الذكاء الاصطناعي موجودة في الروبوتات الذكية
زي أليكسا وسيري كمان اللي هي المساعد الصوتي، وحتى في الفحص الطبي وتشخيص الأمراض. وهنا في السلايد ده أنا هتكلم عن الموديل، موديل من الموديلات اللي احنا عاملينها اللي هو المترجم من العربي للإنجليزي أو من الإنجليزي للعربي. طبعا النموذج ده النظام بيعتمد على النيورال لانجويج بروسيسنج، وبيستخدم ألجوريزم وتقنيات تعلم الآلات الماشين ليرنينج عشان يفهم النص والكلمات ويقدر ينتج ترجمة دقيقة وسليمة. النموذج بيدعم لغتين طبعا، العربية والإنجليزي. وطبعا استخدام النموذج ده كتير جدا، زي إن هو يقدر يسهل التواصل في البيئة الدولية والتعامل مع النصوص والمحتوى اللي بيكون بلغة غير لغتك الأصلية. في النهاية النموذج المترجم ده بيوفر لنا فرصة كبيرة للتواصل والتفاهم بين اللغات المختلفة. والموديل التاني اللي معانا برضو اللي هو البرونسيشن تشيكر موديل، اللي هو بيفحص النطق. ده نظام بيعتمد برضو على التكنولوجيا الذكية، في طبعا بيعتمد برضو على النيورال لانجوج بروسيسنج، بيقدر يقيم ويقدم تغذية راجعة عن طريقة النطق باللغات المختلفة. النموذج ده بيحلل نمط الكلام والصوت واللغة عشان يقيم مدى دقة النطق الكلمات والجمل. بيقدم النموذج تغذية راجعة مفصلة عن الأخطاء في النطق وكيفية تصحيحها لتحسين مهارات النطق. طبعا استخدامات نموذج فحص النطق كتيرة، زي مثلا في تعلم اللغات وفي علاج النطق، وكمان في تحسين مهارات النطق للتواصل الفعال في مختلف السياقات. طبعا احنا استخدمنا الموديل ده في البروجكت بتاعنا في ان هو يشوف الطفل نطقه للكلمات عامل ازاي، وكمان بيعرفنا هل النطق بتاعه سليم او لو كان النطق بتاعه ما كانش سليم برضو بنعرفه ونفهمه مثلا دقة النطق بتاعته كام في المية، بحيث ان هو يقدر يراجع النطق بتاعه بعد كده، وبعد كده يرجع يشوف النطق بتاعه اتحسن ولا لا. في السلايد ده هنتكلم شوية عن مايكروسوفت اجور سيرفر. طبعا احنا عاملين كذا مودلز، فبالتالي المودلز دي محتاجين نعمل لها ابلود، بحيث ان كل موديل طبعا يتعمل له اي بي اي، بحيث ان الباك اند يعرف يستخدم الاي بي اي دي بعد كده. طبعا مايكروسوفت اجور غني عن التعريف، سيرفر مايكروسوفت اجور منصه حوسبه سحابيه بتتقدم من مايكروسوفت، بتقدم مجموعه من الخدمات والادوات لبناء ونشر واداره التطبيقات والخدمات. طبعا السيرفر ده بيوفر مميزات كتيره زي الفيرتشوال ماشينز والداتابيز، وكمان الخدمات الاي اي والسيكيوريتي والنتورك. وكمان ميزة السيرفر ده ان هو نقدر نوسع السيرفر حسب احتياجات الموديل بتاعنا، يعني نقدر نزود او نقلل من الموارد عشان نحافظ على اداء مثالي وكمان نقلل من التكلفة. طبعا مايكروسوفت اجور يعني هي شركة عالمية، او هي من شركة مايكروسوفت، هي طبعا شركة عالمية وعندها مراكز بيانات موجودة في اماكن مختلفة حول العالم، موجودة في افريقيا وفي اوروبا وفي اسيا، يعني في كل مكان موجودة. فده بيسمح لنا ان هي بيسمح في التنوع، وكمان بيسمح للشركات ان هي تنشر تطبيقاتها وخدماتها بالقرب من الجمهور المستهدف بتاعها، عشان طبعا ده بيحسن الأداء وبيقلل من وقت الاستجابة. تمام، احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنجرب ال pronunciation checker، وعندنا هنا جملة بسيطة قوي هنجرب كده معاكم. There was no possibility of taking a walk that day. طبعا لو نزلنا هنا شوية هنلاقي ان هو بيقيم الكلام اللي انا لسه قايله من شويه، وكمان بيديني نسبه النطق عندي، الاكيوريسي بتاعه النطق والفلوينسي، وطبعا بيديني توتال سكور عن النطق بتاعي. لو جينا شغلنا هنا There was no possibility of taking a walk that day. هنلاقي ان هو ادانا بيرجع لنا كمان الكلام اللي احنا قلناه، وبيدينا كمان الاكيوريسي بتاعنا. زي ما جربنا ال pronunciation checker هنجرب برضو معاكم الترجمة. انا طبعا من الانجليزي للعربي نكتب مثلا
لان الريسبونس بتاعه سريع ومناسب جدا، وكمان بيكتب معانا، وكمان دقة الكتابة برضو كويسة. نجرب مثلا كلمة أكبر، تمام. وكده نكون شوفنا برضو الترانزليتور من الانجليش للعربي. نيجي بقى هنا من العربي للانجليزي، نجرب نكتب مثلا مثلا كلمة مختلفة. هلا برضه الريسبونس بتاعه سريع، كمان دقة الكتابة بتاعته كويسة، ولكن هو يعني بيتأخر ثواني، يعني حاجات بسيطة أوي، ولكن هو بيدينا في الآخر النتيجة اللي احنا عايزينها. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد عبد الحسين سعيد، هتكلم في الجوك شيبت الخاص بالـ AI مع زميلي كريم الحواجري. هتكلم عن هنا هي الماث كويستشن جنريتور موديل والورد تو سنتنس موديل والاي بي اي والتشانلز اند بروبلمز. اول جزء معانا هي الماث كويستشن جنريتور موديل، هو بكل بساطه تعريفه هو بيعمل جنريشن لوسائل الماث. الفانكشن هو احنا متاح في السكوب الكبير للموديل ان احنا نعمل جنريشن لمسائل كتير معقده، ولكن في السكوب بتاعنا في البروجكت هنا احنا مش محتاجين المسائل غير حاجات بسيطة حاليا في الوضع الحالي من جمع وضرب وطرح وقسمة. فعملنا كاستمايزيشن على الموديل عشان ناخد الأربع عمليات دول بس، لأن ده كان احتياجنا الحالي، ولكن متاح إذا في أي أبديت للبروجكت إن إحنا ندخل حاجات تانية تكون متاحة، مثلا كمسائل الجبر وأحسن المثلثات وغيره. في الـ educational use بتاعها في البروجكت، إن بدل ما المدرس محتاج إنه يدخل مسألة مسألة بأرقام معينة، وده هيكون صعب جدا خاصة لو البروجكت هيستخدم على نطاق واسع، ده الموضوع هيبقى صعب جدا وشاق جدا. فبالتالي هو كل اللي هيكون محتاجينه إن هو يدخل لي هو عاوز رينج أرقام قد إيه، وعدد المسائل محتاج أعمله جنريشن لكام مسألة، وممكن يختار لي العملية معينة، أو ممكن الموديل يختار ما بين أربع عمليات من جمع وطرح وضرب وقسم. طيب تاني حاجة الـ Word to Sentence Model، هو تعريف إنه بيحول الجملة الكلمة لجملة. الـ Function وظيفتها إنها تحول كل الكلمات اللي هيدخلها المدرس أو المقررة على الطالب في المنهج، بيحطها لي جمل مفيدة، وده تطبيقه هيكون مفيد جدا بالنسبة للمشروع، لأن إحنا استخدمنا فيها جينيريك مودلز وكان الموضوع مش سهل. الفوائد إن الكلمة لوحدها ككلمة مش هتكون مفيدة بشكل كبير للطالب، الموضوع لما يكون بشكل جاف مش محطوط في جملة مفيدة، فلما الكلمة تتحط في جملة مفيدة هيكون أسهل بكتير إن على الطلبة إن هم يتعلموها. استخدمنا فيها generic models زي ما ذكرت، يعني كان من شكله
ان كان من مشاكل الجزئيه دي تحديدا ان الجوده او الكفاءه بتاعه او الدقه بتاعه الموديل ما كانتش كبيره، فكنت محتاج ان انا الجمل بتاعتي تكون جمل سليمه، وده كان اكبر شيء مواجهني، يعني ما يكونش الموضوع عشوائي. اي نعم، هو حاليا الكفاءه مش بالشكل التام او الشكل المطلوب بالظبط، ولكن الموضوع كان افضل كتير من وقت ما بدانا، او من اول ما بدانا الشغل على المشروع يعني. فحاليا كل اللي انا محتاجه ان مجموعه الكلمات اللي المدرس محتاج تكون مكرره على الطالب في الوحده المعينه اللي هو بيدرسها تدخل للموديل، وبالتالي وبعدين هيخرج لي كل كلمة في جملة مفيدة، وبالتالي يسهل على الطالب تعلمها. هنتكلم بعد كده عن الـ API. بالنسبة للتيم بتاع الـ AI، فكانت المعرفة التقنية عنده متركزة بشكل كبير في الـ AI كـ AI من Training Models وخلافه. ولكن بعد ما خلصنا الشغل كله اتفاجئنا، كنا معتقدين ان الموضوع ابسط ما يكون عشان احنا نعمل ديبلويمنت للمودلز وكده، لكن تفاجئنا ان الموضوع لا، محتاج شغل كبير جدا. فعشان احنا نعمل اي بي اي جنريشن عشان احنا نربط مع الباك اند، كان حاولنا نستخدم فلاسك فريم ورك، ولكن الموضوع ما نجحش. حاولنا كتير ولكن ما نجحش، فاستخدمنا مايكروسوفت اجور واجور فانكشن في حاجات تحديدا من خلال شركه مايكروسوفت، من خلال الايميل الجماعي الخاص بينا. كان الموضوع من خلال مايكروسوفت افضل كتير بالنسبه لنا. بعد زي ما قلت ان احنا ما قدرناش ان احنا نوصل لده من خلال فلاسك. في تفاصيل كتير ورا ده، ولكن ده البريف بتاع الموضوع، يعني ان فلاسك فريم ورك ما نجحش في الشغل معانا، فاضطرينا ان احنا نستخدم، او مش اضطرينا، لقينا ان الخيار الانسب عشان نعمل كريشن او جنريشن للاي بي اي ان احنا نستخدم مايكروسوفت اجور. والبنفيتس للاي بي اي هو لا تخفى على احد، وزمايلي اتكلموا في الفيديوهات التانيه عن وظيفه الاي بي اي، ولكن يمكنني ان اقدر اعمل كونكشن بين شغلي وبين شغل زمايلي في باقي الاجزاء يعني. فده كان اهم جزء، هو ان احنا عملنا شغل ولكن مش مستفيدين باي شيء، فكان الاي بي اي يعتبر هو اهم جزء او اخر جزء بيصير اصلا الشغل بتاعنا في البروجكت ككل يعني. آخر حاجة بقى هنتكلم عن التشالنجز. فكانت أكبر الحاجات اللي قابلتنا هي كان في حاجات كتير كتير طبعا غير دي، ولكن عشان نعمل إن إحنا نعمل deployment للمودلز، وإن إحنا نعمل connection ما بين الباك إند، وتالت حاجة عشان نشوف السيرفر مقبضات عليه المودلز، فكان أكتر أصعب جزء، لأن كان صعوبته نابعة ان احنا ما كناش عاملين حسابه، لاننا كنا خلاص كان الشغل كله متركز في تنفيذ المودلز نفسها، ونجمع داتا سيت ونعمل تريننج و و و وكل ده. ومجرد ما خلصنا كان اهم شيء سبب عمل صعوبه ان احنا ما كناش عاملين حساب ان الجزء ده جزء كبير، كنا معتقدين ان هو بسيط جدا. فزي ما ذكرت ان احنا عملنا كونكشن مع الباك اند، ولكن في الاخر الحمد لله انا نجحنا بقى ان احنا نعمل كونكشن ما بين شغلنا وما بين الباك اند، زي باستخدام مايكروسوفت اجور والاجور فانكشن، ورفع الشغل على سيرفر كان برضو جزء مهم جدا عملناه من خلال مايكروسوفت. وشكرا جدا، واتمنى شغلنا يعجب حضراتكم.